السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. نفتح اليوم من جديد ملف المنظومة التربوية. سنوات قضتها الحكومة في إصلاحات وراء إصلاحات، وها هي اليوم تنتهي إلى ضرورة الإصلاح من جديد. خبراء وأولياء التلاميذ يتساءلون وبإلحاح ماذا يحدث في هذا القطاع الحساس، ومن المسؤول عن الفوضى التي تغمره طيلة هذه السنوات الأخيرة؟ أين الخلل يا ترى؟ هل هو في الوزارة أم الحكومة أم النقابات أم في عوامل عديدة أخرى ساهمت في الوضعية البائسة التي أظهرت عليها المنظومة التربوية الجزائرية؟ نشاهد التقرير التالي مشاهدينا ثم نعود. هوية المدرسة الجزائرية في خطر، هذه صرخة استغاثة أطلقتها منظمات وهيئات وشخصيات عديدة في الجزائر بعدما نشرت صحف جزائرية أنباء تتحدث عن التزام الحكومة التدريس باللهجة العامية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. لم تصدر ردود فعل عن الحكومة حول هذه الأنباء، وليس هناك ما يؤكد أو ينفي ذلك، لكن مقترح اعتماد التدريس باللهجات العامية في الجزائر ليس جديدا، بل يعود إلى سنوات خلت، ويرى أصحاب هذا الطرح أن الطفل يواجه ازدواجية لغوية، فهو خارج المدرسة يتحدث اللهجة العامية، وداخل فصول الدراسة يصطدم بحاجز اللغة العربية في فهم مختلف المواد الدراسية. لكن المعترضين على هذا الطرح يشتمون فيه رائحة مؤامرة تغريبية تستهدف القضاء على اللغة العربية، ويرون أن مشاكل التعليم في الجزائر لم تتسبب فيها اللغة العربية، بل هي تراكمات فشل مستمر في إصلاح المدرسة الجزائرية واختلالات في ربطها بتخصصات التعليم العالي ومن ثم بسوق العمل بشكل عام. وما تزال المدرسة الجزائرية تعاني من مشاكل تتفاقم مع مرور السنوات حتى وصلت إلى أفق مسدود. بيداغوجيا تقادمت مناهج التدريس ولم تعد تتماشى مع متطلبات العصر، وخصوصا في ظل غياب اقتصاد فعال وإدارة متطورة تستطيع أن تلبي متطلبات العملية التعليمية في المدارس والجامعات الجزائرية، مثل ما هو الحال في دول أخرى مرت إلى مرحلة الحكم الراشد والاقتصاد الذكي. ورغم أن عامل الكم متوفر في المدرسة الجزائرية، ولو أن ذلك تسبب في اكتظاظ المدارس، إلا أن الاهتمام بنوعية التعليم وجودته تقهقرت بشكل كبير لعدة عوامل، أهمها ضعف الميزانية المخصصة لقطاع التعليم وتدني رواتب العاملين في المدرسة من إداريين ومعلمين، وانتقال أمراض البيروقراطية والرشوة والفساد من الإدارة إلى المدارس. وبالإضافة إلى هذه المشاكل التي تعاني منها أغلب المدارس الجزائرية، فإن الوضع أخطر في آلاف المدارس في مناطق الهضاب والجنوب، حيث يعاني التلاميذ في هذه المناطق من قلة المدرسين أو انعدامهم في بعض الأحيان، إضافة إلى التسرب المدرسي الكبير وخاصة في أوساط الفتيات بسبب صعوبة التنقل. فإلى متى يستمر التخبط في إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر؟ ومن المسؤول عن التضحية بمستقبل أجيال كاملة؟ التقرير لزميل صابر أيوب مشكورا. مشاهدينا الكرام، أذكر الذين التحقوا بنا اللحظة بأن نفتح اليوم ملف المنظومة التربوية الجزائرية من جديد. معي مشاهدينا الكرام ضيفي الكريم أستاذ بادي تباني مدير مدرسة النجاح وأستاذ الأستاذ بالمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية هنا في لندن. أستاذ بادي تباني، ما الذي يجري في هذا في قطاع المنظومة التربوية؟ إصلاحات وراء إصلاحات، سنوات مضاها أو أمضاها أبو بكر بن بوزيد 18 عاما في هذا القطاع، ثم أتى بعده بابا أحمد كوزير، ثم ها هي بن غبريت وتريد إعادة الإصلاح من جديد. هل هذه الإصلاحات تحتاج إلى إصلاحات مثل ما وضعنا في العنوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا شكرا للاستضافة، وتحية خالصة لشعبنا في الجزائر وفي الوطن العربي. أخي الكريم، مشكلتنا في المنظومة التربوية أنها تعاني من أن هناك جهة تغريبية في السلطة في الجزائر تريد أن تنشئ جيلا على هواها. هم يعرفون أن التعليم هو الذي ينشئ المجتمع، وهو الذي ينشئ الجيل، وهو الذي يكون الشعب الذي يريدونه. كانت المدرسة الأساسية رغم نقائصها ورغم ضعفها، ولكنها استطاعت فعلا أن تكون الجيل الذي يقود الجزائر الآن في جميع المؤسسات الإدارية وفي المؤسسات الاقتصادية. استطاعت فعلا أن تؤسس إطارات كبيرة، فاتهموها بأنها صارت ملجأ أو عشا للإرهاب. من هنا بدأ الأصولية. الأصولية، نعم، هكذا اتهموها بالأصولية، لأن يعني في البداية التعليم في الجزائر نوعا ما كان يعني يرجع إلى الأصول، يرجع إلى التراث، يراعي ثوابت الأمة وأصالة الأمة.
فتكون جيلا والحمد لله يعرف دينه ويعرف أمته ويعرف تاريخه ويعرف أصله. هذا لم يعجبهم، من هنا بدأت فكرة الإصلاح. وأنا هو الاسم جميل إصلاح، ليس هناك أفضل من الإصلاح، لكن يراد من ورائه أشياء أخرى. يريدون أن يسربوا أفكارا غريبة عن هذه الأمة. من هنا جاءت بعد مجيء بوتفليقة مسألة هذه اللجنة، ما يسمى بلجنة بنزاغو، وهذه لجنة خطيرة جدا جاءت من أجل إصلاح المنظومة التربوية، وهي كانت فعلا تريد إفساد هذا القطاع الحساس، هذا القطاع المهم في المجتمع الجزائري. و تأسست هذه اللجنة، لجنة بنزاغو، وكانت الوزيرة الحالية عضوا في تلك اللجنة، كانت عضوا وغيرها، كان رشيد بوجدرة عضوا فيها، كانت اسمها مسعودي، خليدة مسعودي عضوا في هذه اللجنة، كان فيها أعضاء يمثلون التيار الفرنكوفيلي، التيار العلماني، التيار التغريبي، التيار الذي يعني له ارتباط وثيق بفرنسا، التيار الذي يعادي اللغة العربية ويعادي الإسلام تحديدا. هذه اللجنة عملت سنوات، يعني منذ مجيء بوتفليقة، يعني ما يقارب الآن 15 سنة، وهي تعمل على تفكيك المنظومة التربوية، على تكسير المجتمع الجزائري، على إنشاء جيل تغريبي، جيل لا يمت لا بالدين ولا اللغة العربية. وجدوا أن العائق أمامهم هي اللغة العربية، اللغة العربية لأنها هي لغة التعليم، لغة القرآن، لغة الإسلام، فوجدوا هذه اللغة لا بد من التخلص منها. ليتهم لجأوا إلى تدريس لغة العلم الحقيقية، مثل ما فعل علي بن محمد عندما كان وزيرا للتربية، أراد أن يدخل لغة العلم وهي اللغة الإنجليزية، ولكن للأسف أبعدوه بطريقة يعني لا حضارية. هم الآن يريدون التغيير نحو التغيير أو الإصلاح الذي ينشدونه أو يقصدونه، إنما هي اللغة والإسلام. أنا قرأت التوصيات التي أصدرتها اللجنة مؤخرا قبل أمس أعتقد، يعني وما أثير حولها من أن يريدون تدريس اللغة العامية أو اللغة الدارجة في الطور الأول من ولو أن الوزارة كذبت هذا، قالت هذا لم يصدر عنا وإنما هي مجرد إشاعات. أنا لا أصدق. هم يعني لما طلعت على التوصيات التي صدرت عن اللجنة، ذكروا اعتماد اللغة الأم، لم يقولوا اللغة العربية، قالوا اللغة الأم في التحضير والطور الأول للتحكم في ناصية اللغة العربية. يا أخي قلها صراحة، قل اعتماد اللغة العربية. لماذا تقول لغة الأم؟ صحيح لغة الأم هي اللغة العربية، لكن لغة الأم عادة تتكلم الدارجة، تتكلم العامية. يعني أنت تريد تدقيق في الاصطلاح، في المصطلح. لابد من توضيح المصطلح. إذا تريد أن تقول تدريس اللغة العربية، قول تدريس اللغة العربية صراحة. أما أن تقول لي لغة الأم، وهي معروفة حتى هنا عندنا في بريطانيا ما يسمى بمذر تانك، يعني لسان الأم أو لغة الأم، هذه يعني أن اللغة التي تتكلمها الأم، ولا يعني تحديدا أو ضرورة أنها اللغة العربية الصحيحة السليمة. طيب سأعود للأستاذ بادي الآن. أستاذنا الكرام، وأرحب بضمام الأستاذ مسعود بوذيبة، القيادي في نقابة التعليم الثانوي والتقني الموسع والمعروف في الجزائر باسم كنابس. أستاذ مسعود، أولا هل حضرتم هذه الندوة الخاصة بدراسة المنظومة التربوية، ملف المنظومة التربوية، مراجعة هذا الملف؟ مساء الخير. مساء النور. نعم كنا من بين الحضور. أيوة. نحن كنا ننتظر هذه الندوة الوطنية. نعم. خصوصا وأن يعني كانت تندرج ضمن مرحلة أخيرة لتقييم التعليم الثانوي. نعم. وبعد الندوات على مستوى المؤسسات، الندوات على مستوى الولايات، على مستوى المستوى الجهوي، كنا ننتظر ندوة وطنية لتقييم التعليم الثانوي. المفاجأة الأولى التي نحن تفاجأنا بها هو أن هذه الندوة خصصت لتقييم إصلاح المدرسة الجزائرية. نعم. وانضم هذا الأمر اعتبرناه قفزا على حلقة أساسية اللي هي تقييم التعليم الثانوي،
ثم بعد ذلك بعد تقييم التعليم الإجزامي والثانوي كنا أكيد سوف نذهب إلى تقييم المنظومة التربوية أو تقييم الإصلاحات التربوية إصلاحات المدرسة الجزائرية. للأسف هذا الأمر لم يتم. والتعليم الثانوي هناك ورشة وحيدة موجودة من بين 10 ورشة تتعلق بالتعليم الثانوي. ولذلك فنحن نرى بأن مرحلة التعليم الثانوي لم تأخذ التقييم الفعلي والذي يجب أن يكون حلقة أساسية في تقييم المنظومة التربوية. بمعنى هل أنتم هل 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 سئلتم حول هذه النقاط التي خرجت بها الندوة؟ هل استحضرت آراءكم، وجهات نظركم، مواقفكم، خاصة وأنتم ممثلون نقابة مهمة في الشارع الجزائري؟ بطبيعة الحال نحن كنقابة عدد الأعضاء الذين تم دعوتهم لا يتجاوز 5 أعضاء، وخمس أعضاء هناك المنسق الوطني يحضر يعني في يعني يحضر المحاضرات، وأربعة أعضاء يوزعون على 10 ورشات. وهذا الانتقاد الثاني الذي قمنا به، قلنا بأن 10 ورشات تتطلب حضورنا ب10 أعضاء في هذه الورشات، لماذا 10 ورشات ونستدعي 4 أعضاء؟ بمعنى أن المقترحات الموجودة على مستوى التنظيم النقابي وهي مقترحات ميدانية واقعية سوف تغيب من 6 ورشات ولا نشارك بمقترحاتنا فيها. ولذلك في المقترحات التي تصدر في النهاية سيكون أكيد فيها انتقاد وفيها نقص وفيها رؤى ممكن لا تتفق مع الرؤى التي يؤمن بها منخرطون النقابة. الأمر الثاني، الملاحظة الثانية التي نقدمها، نحن نعرف بأنه عندما يكون الإقصاء وعندما يكون التضييق وعندما يكون التهميش معناها أننا نؤسس للفشل، والتقييم يجب أن يكون تقييم التقييم يشارك فيه يعني الجميع، أقصد هنا الفاعلين في القطاع، أقصد هنا الكفاءات القاعدية، أقصد كل من شارك في سواء في الإصلاحات أو في بناء المنظومة التربوية في الجزائر. إذن نحن طيب أستاذ مسعود، يا أستاذ مسعود، يعني المتأمل أستاذ مسعود في هذه النقاط التي خرجت بها الندوة ربما يتساءل، وأيضا ربما المتشاهد أيضا يتساءل، يقول هذه الأهداف هي التي تناشدها كذلك النقابات ونقابتكم خصيصا، لما مثلا أقرأ استحداث مناهج تعليمية، إعادة النظر في الزمن البيداغوجي، إعادة النظر في امتحان البكالوريا، استحداث بكالوريا مهنية، إعادة الاعتبار التعليم التقني، الاهتمام بتكوين المعلمين والأساتذة، هذه كلها أهداف أنتم كنتم تنشدونها منذ زمان ولا لا؟ والله شوف، نحن في الورشات التي حضرناها قدمنا مقترحات، وقلنا بأن هذه المقترحات تحتاج إلى جلسات أخرى وإلى نقاش أوسع، وقلنا بأن هذه الندوة لمدة 2 يوم والتي الجمع قسم إلى قسمين، قسم يحضر لابسينيار وقسم يحضر لزاتولي اللي هما الورشات، قلنا بأن هذا الأمر لا يعطي للتقييم الجدية اللازمة، ولذلك قلنا لا يجب أن هذه مقترحات، يعني مقترحات شارك فيها أعضاء الورشات، يجب أن لا نعتبرها هي أرضية اتخاذ قرارات أو توصيات لاتخاذ قرارات مستقبلية، يجب أن يفتح نقاش آخر، يجب أن نعطي الوقت لتقييم المنظومة التربوية، يجب أن نشارك الجميع. ولذلك في الورشات قدمت مقترحات، وتلك المقترحات ليس معناها أنه متفق عليها الجميع، لأنه بعض المقترحات وفي نفس الورشة نجد بأن الورشة ممكن هناك مقترحين جزء متفق عليه وجزء غير متفق عليه. ولذلك نحن نرى بأن هي مجرد اقتراحات، نتمنى بأنها يعمق فيها النقاش وتكون هناك فرص لدراسة هذه المقترحات أفضل. طيب خليك مع أستاذ مسعود، خليك مع أستاذ مسعود، سأعود إليك أستاذ مسعود، خليك معنا سأعود إليك بعد لحظات. ما رأيك أستاذ بادي في هذه المقترحات التي أبداها؟ قال لا بأس بهذه الندوة لكن الوقت ليس كافيا ولا وافيا، ملف كملف المنظومة التربوية ملف ملغوم، لابد له من وقت، لابد له من ورشات وتوسيع النقاش حتى يشارك الجميع في إثراء هذه المنظومة، ما رأيك؟ يا أخي مسألة مناقشة المنظومة التربوية لا يكفي فيها أصحاب القرار أو السلطة الفوقية أو عدد قليل كما قال الأخ من النقابات، هذه كلها لا تكفي، لابد من إشراك الأسرة التربوية كلها يعني على جميع مستوياتها، هي التي تقرر وهي التي في الميدان وهي التي تعرف حاجيات المنظومة التربوية، أما أن يقرر هناك جهات فوقية، حتى أن الوزيرة
مع احترامنا للوزيرة هي بعيدة عن الأسرة التربوية، بعيدة عن الجانب، وهي متخصصة في علم الاجتماع الأنثروبولوجي، وما علاقة هذا التخصص بالتربية؟ ولم تمارس أبدا عملها في التربية، إنما كانت في إطارة البحوث. يعني لابد من اختصاصها في التنظير أكثر شيء. لا، التنظير بعيدا عن التربية، بعيدا عن التربية. علم الاجتماع الأنثروبولوجي لا علاقة له بالتربية، كانت في جانب بحثي، يعني بحث لم تكن تمارس التربية، فهي بعيدة عن التربية. يا أخي هؤلاء يتلاعبون بأجيالنا، جعلوا المدارس الجزائرية كحقل تجارب، كفئران تجارب. يأتي وزير، يعني ترى أن العيب في الوزير أيضا وفي الأكاديميين هذو وفي الإطارات الوزارة. يا أخي أعطي الأمر لأهله، أهل الاختصاص، أهل الأساتذة والمدرسين، وهم أهل المنظومة التربوية، هذو من حقهم. في 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 89 اعتقد، في عهد قاضي مرباح لما كان رئيسا للحكومه، قام بعمل جيد عندما انزل مشروع المنظومه التربويه الى الاسره التربويه الاثرائي. نعم، اثرائي على مستوى المدارس، على مستوى المؤسسات، على مستوى كل اطراف التعليم في الجزائر. بمعنى انه ترى يومان ليس كافيين، يومان وثلاث ايام ولا شهر، لابد من انزال المشروع. المشروع لابد ان يساهم فيه مدرس الابتدائي ومدرس الثانوي ومدرس الجامعة، الجميع كلهم لابد وأن يشاركون، مثل ما فعلنا في 89، وقد شاركنا شخصيا، شاركت في الأمر. كان فعلا إثراء قوي جدا، الكل أدلى بدلوه، وخرج مشروع قوي جدا يمثل المنظومة التربوية الأصيلة الصحيحة، وكان شعاره من أجل منظومة تربوية جزائرية المنهج إسلامية الروح عربية اللسان. صحيح، هذا شعاره. ولكن للأسف الشديد هذا المشروع أقبر ووضع، يعني لا أحد يعلم أين ذهب. مع ذلك أنه جهد جبار قامت به الأسرة التربوية. الآن هناك جهات إما إن في السلطة لا نراها، وإن على مستوى الوزارة وهي ليست من الاختصاص، أن الوزيرة لا أعتبرها صاحبة اختصاص، ولا تصلح أن تكون وزيرة للتربية، لأنه للأسف الشديد وزيرة مكلفة بقطاع حساس جدا في الجزائر، لا تتقن لغة عربية ولا تتكلم جملة فصيحة. هي يعقل هذا يا أخي الكريم؟ تحسن يعقل لو تحسن مستواها الأشهر الأخيرة وصارت تكون جملة نظيفة؟ لا، لن يتحسن أبدا. إذا لم يتحسن طيلة عمرها وربما تجاوزت 60، فكيف يتحسن في بعد هذا العمر؟ لو رأيت مثلا بالله عليك وزيرا بريطانيا في حكومة كاميرون، وزير التربية اللي يتكلم اللغة الإنجليزية، هل هذا مقبول؟ علاش احنا في الجزائر فقط كل شيء مقبول؟ الشعب هذا وش بيه؟ هذا الشعب يقبل كل شيء؟ طيب يا أخي مش طيب. معقول أن وزيرة على مستوى قطاع حساس تكلم جمل مضحكة، صبحت محلة تندر ومحل نكات على مستوى التواصل الاجتماعي. ما عندك مروحه مع ذلك يحترموا يا اخي، يحترموا على الاقل هذا الشعب المسلم، هذا الشعب العربي. جيبوا لنا يا اخي واحد على الاقل ينتمي. هؤلاء هذو بعاد على الشعب، بعاد على المجتمع، ما يعرفوش طبيعه هذا الشعب الجزائري. هذو من الواجب ان يرحلوا. طيب، ويسلموا المشعل المهمه لاهلها، لاصحابها. طيب استاذ، نعم. استاذ بادي، مع ذلك فقد حسنت. الكثيرون يقولوا انه الوزيره بذلت مجهودا تشكر عليه وحسنت من مستواها وصارت تتحدث اللغه العربيه احسن من الذين يتقنون الفرنسيه فقط. هذا، وانا لست محامي عن الوزير على كل حال. استاذ مسعود، ما رايك في هذه المقترحات حول امتحان البكالوريا بدل من 3 ايام جعل هذا الامتحان فقط في يومين، او جعل ايضا البكالوريا مهنيه ليست كما هو عليه السنين الاخيره، بالاضافه الى امتحان شفوي، بمعنى يمتحن كتابين ثم يفسح له المجال ليمتحن شفويين. ما رأيك في هذه المقترحات حول البكالوريا وأنت تعنى بالشأن شؤون الثانويات؟ نحن إذا سمحت أردت أن أعلق على كلام سمعته في البداية. تفضل. هو نحن نحذر القائمين على وزارة التربية الوطنية من التصريحات الاستفزازية أو التصريحات التي ممكن تجنبنا النقاش الحقيقي والتقييم الحقيقي. نعم. التقييم يكون في هدوء
بعيدا عن الاستفزاز، بعيدا عن المساس بأي أمر مهما كان، يجب أن نترك الأمر للكفاءات القاعدية لأهل الاختصاص. نظن بأن قوانين الجمهورية واضحة. عندما نتكلم مثلا على العامية في المدرسة الابتدائية إن كان خطأ وهذا غير مسموح، نظن بأن قوانين الجمهورية واضحة، الدستور الجزائري واضح، القانون التوجيهي للتربية الوطنية واضح في لغة التدريس. هناك جانب بيداغوجي نعتمده، أو لغة بيداغوجية نعتمدها نحن كأساتذة في التدريس. بطبيعة الحال التلميذ عندما يدخل المدرسة الابتدائية في الشهور الأولى لا يمكن أننا التلميذ منذ البداية ممكن نتعامل معه كتلميذ يحسن العربية جيدا في أسرته. نحن نعرف بأن المجتمع الجزائري هناك يعني العائلات يعني تختلف من مكان إلى آخر من حيث اللهجات، من حيث اللغات، ولذلك من الطبيعي أن التلاميذ لما يجون المدرسة الجزائرية ضروري تحضيرهم وضروري إدماجهم في المحيط المدرسي، إدماجهم في لغة التدريس اللي هي العربية بالتدريج. ولذلك نحن جعلنا في المرحلة الابتدائية في الفصل الأول لا يمتحن التلميذ فيه، وهذا يدخل ضمن التحضير والإدماج. وحتى أن النجاح في السنة الأولى يعني دائما نتساهل في نجاح التلاميذ في السنة الأولى، وهذا يدخل ضمن التحضير والإدماج. ضروري نتعامل بيداغوجيا بلغة يفهمها التلميذ حتى ندخله تدريجيا في لغة العربية. لكن لغة التدريس فصل فيها القانون التوجيهي والقوانين الجمهورية الجزائرية هي اللغة العربية، ولا داعي أننا نريد أن نبعد النقاش عن النقاش الحقيقي الذي تحتاجه المدرسة الجزائرية. المدرسة الجزائرية تعيش مشاكل حقيقية من بينها البكالوريا. البكالوريا اليوم هناك مشاكل حقيقية نعيشها اليوم، هناك واقع ما تعيشه المدرسة الجزائرية. اليوم التلميذ في الأقسام النهائية أصبح لا يولي أهمية للدروس التي يدرسها داخل القسم، لا يولي الأهمية لأستاذه، يغادر المدرسة منذ شهر فبراير. ولذلك نحن كنقابة من المقترح الذي قدمناه سابقا واليوم قلنا بأنه كقرار مستعجل ضروري حتى نعيد الأمور إلى نصابها، يجب أن نعود إلى البطاقة التركيبية بهدف إعادة الانضباط وحسن السلوك إلى الأقسام النهائية، بهدف التقليل من العنف في الأقسام النهائية، بهدف ضبط التلميذ مع القسم ومع أستاذه إلى نهاية السنة. وبالتالي يمكننا أن التلميذ نرفع من مستواه الأكاديمي، التلميذ يتلقى جميع المعارف العلمية، نتخلص من العتبة. وبالتالي هذه البطاقة التركيبية يجب إدخالها في الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا، معناها يكون لها دور في النجاح في شهادة البكالوريا، بمعنى أن التلميذ يصبح يهتم بجميع الدروس التي يدرسها سواء المواد الثانوية أو المواد غير الثانوية. هناك مقترح موجود ثاني، لا ننكر بأن البكالوريا اليوم أصبحت هاجس، ولا ننكر بأن العدد الكبير للمواد أصبح يمس بالمستوى يعني التحصيل العلمي بالنسبة للتلميذ، ومستوى التلميذ حصل على شهادة البكالوريا. إذن هناك مقترح يقول يجب أن نقسم البكالوريا إلى قسمين. القسم A و B معناها البكالوريا الأولى تكون في السنة الثانية ثانوي، يمتحن التلميذ في المواد الغير مميزة للشعبة، وفي القسم النهائي يمتحن في المواد المميزة للشعبة. مع العلم أن المواد الغير مميزة للشعبة سيبقى يدرسها التلميذ في القسم النهائي لأن البطاقة التركيبية موجودة. وفي المرحلة النهائية نحن دخلنا باب الاختصاص، وبالتالي يجب أن نحضر التلميذ للاختصاص. إذا لا نتخوف من أن التلميذ يمتحن في السنة الثانية في المواد الغير مميزة، ويجب أن نوجه الأنظار ونقول بأن التربية الإسلامية أرادوا أو التاريخ والجغرافيا، لا ليس هذا. التاريخ والجغرافيا، التاريخ والتربية والأخلاق يدرسها التلميذ في كل المواد. يجب أن نفكر تفكير آخر، يجب أن الفيزياء هي تعلمنا الأخلاق والقيم، الرياضيات تعلمنا الأخلاق والقيم، الأدب يعلمنا الأخلاق والقيم، الفلسفة تعلمنا الأخلاق والقيم. يجب أن لا نحصر الأخلاق والقيم في مادة في مواد معينة إسلامية، ما لازمش نوقع في الخطأ. يجب أن نفكر كيف أن كل المواد تساهم في بناء فرد له أخلاق وقيم، ونحن في منظومة اللي هي تعلم الطرق
العلم. بارك الله فيك استاذ مسعود، انا اشكرك جزيل الشكر استاذ مسعود بوذيبه القيادي بنقابه التعليم الثانوي والتقني الموسع المعروف بالجزائر باسم كنابست، انا اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. اعود لك استاذ بادي، هو اشار اشاره ولو خفيفه على مساله العاميه هذه، ولو انه احد المفتشي وزاره التربيه كذب هذا، قال هذه مجرد اشاعات، نحن لسنا او لا نريد ادخال ما يسمى بالعاميه في التعليم الابتدائي، بمعنى لا ندرس اللغه العربيه وندرس العاميه، قال هذا كلام ليس صحيح. البعض قالوا هذا دخان بلا نار، لا يمكن ان نكون دخان بلا نار، مع انت صحيح الكلام، اي تعليق حول هذا؟ اي نعم، كما اشرت في البدايه اخي الكريم ان التوصيات وردت فيها كلمه الام، لغه الام. ايوه، ولغه الام هذه لم تاتي هكذا بريئه، انا قرات ما وراء السطور، يعني كان يمكن ان الاخوه اللي كانوا حضروا ويدافعون يعني عن الاسره التربويه والمنظومه التربويه كنقابيين يطلبون تفسير، المفروض ان يطلبون توضيحا عن هذه النقطه. اذا كنت تعني اللغه العربيه، اللغه العربيه واحده، ما عندناش لغات، ما عندناش لهجات، عندنا اللغة العربية الوحيدة المعروفة وهي الفصحى، ومع ذلك فيها لهجات أخرى. إذا كنت تنوي تدريس اللهجات أو العامية في المدرسة أو في الطور التحضيري أو في الابتدائي، أنا أتساءل يا أخي الكريم، من حقي أن أتساءل، أي لغة عامية تريد أن تدرسها؟ الجزائر فيها لغات عامية، كل منطقة وكل مدينة عندها لغة عامية خاصة. هناك بين يدي أستاذ بادي بين يدي بيان لأعضاء برلمانيين، أعضاء في البرلمان الجزائري، أصدروا بيانا اليوم حول هذه المقترحات الصادرة عن هذه الندوة، أقرأ مقتطفات منه فقط لضيق الوقت. يرفضون رفضا تاما قرار وزارة التربية الناتج عن ندوة التقييم الإصلاح التربوي التي أوصت باستعمال اللهجات العامية في التدريس في المرحلة الابتدائية، ويرون ذلك تعديا على الدستور وعلى قوانين الجمهورية. بعد ذلك قالوا إن اتخاذ هكذا قرار بعيد عن المؤسسات الرسمية اللي هو البرلمان يطرح التساؤل عن الخلفيات والنوايا. دعوا إلى التحافل البرلمانيون، دعوا إلى المحافظة على الوحدة والهوية الوطنية العربية والإسلام، وأن اعتماد القرار من شأنه ينسف الوحدة الوطنية وانسجام المجتمع الجزائري. ثم بعد ذلك رفضوا تسييس المنظومة التربوية والعودة إلى الصراع اللغوي وإنهاء المجتمع، إلهاء المجتمع بهذه المشاكل الجانبية. نعم، كلام معقول جدا. نعم، فكما قلت أخي، كما سبق وأن ذكرت، أن ليس هناك دخان من غير نار. فالمسألة أعتقد، لأن المسألة ليست حديثة، ليست جديدة. المؤامرة على اللغة العربية ليست وليدة اليوم أو البارحة أو بمجيء بن غبريط. المؤامرة على اللغة العربية في الجزائر هي منذ دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، منذ أن أصدر وزير الداخلية الفرنسي سنة 1938 الوزير شوطان القانون المعروف باعتبار أن اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر، وكان يعاقب كل من يدرس أو يتعلم اللغة العربية. منذ ذلك الوقت وهؤلاء ربائب الاستعمار أو أبناء فرنسا، هؤلاء يعملون على تثبيت اللغة الفرنسية ومحاربة اللغة العربية وجعلها لغة ثانية. نعم، لما نتتبع التاريخ يا أخي، تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، نجد هذه الأقلية النافذة، هذه الأقلية المستغربة، هذه الأقلية المستجورة، هذه الأقلية التابعة لفرنسا تعمل على التمكين للغة العربية. هؤلاء موجودون في الإدارة، موجودين في الجيش، موجودون في الأماكن الحساسة. لاحظ فقط يا أخي، قانون تعميم اللغة العربية الذي أمضاه الشاذلي رحمة الله عليه، ونحن نترحم عليه، لا موضعوش الأدراج، جمدوه لما جابوا ضياف، أول عمل قام به هو تجميد هذا القانون. جاء زروال الله يذكره بخير، عاد إحياء هذا القانون من جديد، جابوا تفليقة وضعوا في الدرج، لم يجمده بل بقي مجمدا في الدرج. وأنا لما نتحدث عن الخلفية تاع هذه التدريس العامية، حينها كنا قد سمعنا البرلمان الفرنسي لما أقر الشاذلي بن جديد قانون تعميم اللغة العربية، القانون الفرنسي اجتمع وأصدر بيان واستنكر العملية، وبعدها في وقت زروال لما أمضى قانون تعميم اللغة العربية، البرلمانيون الأوروبيون، وكان يعني بتحريك من البرلمان الفرنسي، بمصالحهم كتبوا بيانا
استنكروا فيه هذا العمل واعتبروا أن لغة الجزائر ليست لغة عربية بل هي اللغة العامية، وأن هذا تعدي على اللغة الصحيحة السليمة وهي اللغة العامية التي تحدث بها الشعب الجزائري، وقالوا أن اللغة العربية هي التي جلبت الأصولية وجلبت الإرهاب إلى الجزائر. هذا موثق وصادر عن 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 لجنة حقوق الإنسان عن البرلمان الأوروبي بتحريك من الأوروبي من البرلمانيين الأوروبيين الفرنسيين. نعم تمام. الآن مشاهدينا الكرام نستمع لوجهة نظر أخرى، أفكار أخرى، مع الأستاذة مريم معروف اللي هي ممثلة نقابية في قطاع التربية بنقابة سناب أب. أستاذة مريم، هل من ملاحظات حول هذه المقترحات التي خرجت بها الندوة التي انعقدت من أجل تقييم ملف المنظومة التربوية في الجزائر؟ أولا أهلا وسهلا سيدي الكريم، شكرا على الاستضافة. أنا فيما يخص تعليم اللغة العامية أو اللغة الدارجة في المدرسة الجزائرية أو في المرحلة الابتدائية، استقبلنا الخبر ككل شعب الجزائري سواء كان نقابة أو جمعية أولياء التلاميذ أو أولياء تلاميذ أو تلاميذ بصفة عامة أو أي طرف كان سواء برلمانيين أو كذا، استقبلنا هذا الخبر منبهرين كيف أن يصدر كلام مثل هذا من مسؤول في وزارة التربية الذي يمثل البيداغوجية في الوزارة، ويقول أن لابد من تعميم اللغة العامية أو الدارجة في المدارس. ولكن حتى نكون موضوعيين أستاذة مريم، هنالك تكذيب صدر اليوم عن المفتش العام. قلت لك حتى نكون موضوعيين لابد من إحضار وجهات نظر الأخرى تاع الوزارة، هم يقولون هذا ليس صحيحا، لم نقم بإصدار مثل هذا القرار حول تعميم اللغة العامية في الابتدائي، كذب هذا، هذا وارد اليوم في جريدة البلاد، لكن مع ذلك نحن نطرح جميع الأفكار، تفضلي. هذا يعتبر خطر على التلميذ على المدرسة، وبالتالي ضرب للهوية الجزائرية ولرواسخ الجزائر. طيب سيدة مريم، كنت قد تكلمت ربما لم تستمعي إلى تدخلي حول أن الوزارة كذبت عن كان ذلك عبر أحد مفتشيها العامين اللي هو منضوين في الوزارة، قال أنه هذا القرار ليس من الوزارة، لم يصدر عن الوزارة حول تعميم اللغة العامية. فرجاء نروح للنقاط الأخرى، نتحدث عن المقترحات الأخرى، اللغة العامية واللهجة العامية وكذا تكلمنا بما يفيد في هذا، نرجع للمقترحات الأخرى، ما رأيك فيها؟ أكيد الوزارة تكذب الخبر، لكن الفيديو هو منتشر على مراكز التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك أو في اليوتيوب، لتصريح مباشر الذي كان حول تقييم الندوة أو تقييم الإصلاح في ندوة صحفية، وقال أنه لابد من العودة إلى اللغة الأم، وأن التلميذ لابد أن يدرس في المرحلة الابتدائية خاصة في القسم التحضيري وقسم السنة الأولى وكذا، يدرس اللغة اللي جابها من البيت، معناها اللغة العامية والدارجة. بالتالي هنا راح تكون كاين ديابية، أكيد طبيعة الحال راح تكون ديابية، كل منطقة راح تقري راح تدرس التلاميذ الدارجة، راح تدرس اللغة اللي منتشرة في المنطقة. طيب ماذا عن الأمازيغية؟ ماذا عن الأمازيغية؟ هم قالوا أيضا الأمازيغية يجب أن تدخل 20 ولاية على الأقل. إذا كان تدريس، إذا كان اللغة الدارجة، نحن نرفضها رفضا تاما وقطعيا، هذا العودة إلى الاستعمار الفرنسي إلى المراحل الأولى التي كانت الدولة الجزائرية تحاول الرفع من مكانة اللغة والعودة بها إلى مكانتها الحقيقية، لكن اللغة الأمازيغية لا نرفضها أكيد، هي راسخة في هوية الشعب الجزائري، راسخة في مبادئه، وهي مكون من مقومات الدولة الجزائرية. لماذا لا؟ إذا كان تعليم اللغة، لماذا لا تكون تعليم اللغة الأمازيغية؟ وبدل أن في ولايات معينة، لابد أن تكون في كل ولايات الوطن، لماذا لا؟ في المراحل الابتدائية والمتوسط أو الثانوي، العكس، لابد أن تكون هناك اللغة الأمازيغية بدل اللغة الدارجة. طيب ولكن البعض، هنالك الكثير من المراقبين للشأن السياسي في الجزائر، أولياء التلاميذ أيضا، قالوا لا يمكن فرض هذه اللهجة الأمازيغية على مناطق لا يتحدث أبناء هذه اللهجة، قالوا يكتفون بالعربية بالإنجليزية الفرنسية ولما لا، أما أن نفرض الأمازيغية على ولايات أخرى أهلها لا يتكلمون الأمازيغية، هذا ليس بالقرار الصائب.
طبيعة الحال هذا رأي صادر على أولياء أو صادر على ناس معينين، لكن أنا لا أظن كان لو كان يكون هناك استفتاء الشعب الجزائري لا أظن أنه يرفض اللغة الأمازيغية. لا، إذا كان مثلا مناطق معينة فيها نسبة عديدة من الأمازيغ هذا لا يعني أن المناطق الأخرى فيها، إذا لم يكن حتى في منطقة معينة لكن لا يرفضون تماما تعليم اللغة الأمازيغية لأبنائهم أو كذا. وبالتالي تكون في مرحلة معينة سواء في المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية. طيب نذهب الآن إلى المقترحات الأخرى التي لم ترد ربما الكثير منها على اللسان لكنه على الورق غائبة، مسألة الاكتظاظ، مسألة المناهج، البرامج، خارطة التعليم بصفة عامة، تحسين المستوى، ماذا عن على الحوار بين النقابات والوزارة، كل هذا لم يأتي ذكره في هذه البيانات الصادرة عن الوزارة. أكيد أكيد هذا ما كنا ننتظره نحن، كنا ننتظر ندوة صحفية أو تقييم العام الدراسي حول النتائج وحول الإصلاحات وحول، كان من المفروض أن يكون الكلام عن الكتاب المدرسي عن الاكتظاظ، ما هي الحلول التي ستقدمها وزارة التربية حول مشكلة الاكتظاظ التي لها مدة 5 سنوات إلى 7 سنوات، تلميذ يدرس في قسمين في قسم واحد، مشكلة الكتاب المدرسي، الأخطاء الموجودة في الكتاب المدرسي، تخفيض المحفظة على التلميذ، تخفيض بعض المواد، ونحن نفاجئ أن الوزارة تقول حذف بعض المواد بين الأقسام. هذا غير منطقي أن تحدث مادة التاريخ والجغرافيا ومادة الشريعة الإسلامية، هذا عيب. مقومات الأمة هي اللغة والدين والتاريخ، كيف تحدث هذه المواد التي تعبر عن استمرار أمة ورسوخها، كيف لهم أن يحدثوا مواد كهذه؟ هذا من المفروض أن تتكلم عنه الوزارة أو تتكلم عنه النقابات حول ما هي الحلول التي ستقدمها الوزارة في الدخول المدرسي حول مشكلة الاكتظاظ، حول المناهج البيداغوجية، حول طريقة التدريس، ما هي الطرق الجديدة، لماذا تعليم استعمال الإعلام الآلي في المراحل التدريس سواء في الابتدائي والمتوسط والثانوي، إدخال اللغة الإنجليزية في المراحل بدل أن تكون في المتوسط تكون في الثالث الابتدائي، ولماذا بدل أن تكون اللغة العامية أو اللغة الدارجة؟ والله كارثة هذه. شكرا جزيلا لك مريم، شكرا جزيلا لك أخت مريم معروف الناشطة النقابية في نقابة سناب أب والمكلفة قطاع التربية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. أعود لك أستاذ تباني، ما رأيك في هذه المقترحات التي كانت تتكلم عنها أخت مريم، الحديث عن الاكتظاظ في المدارس، العنف المدرسي، كذلك لابد من الإشارة ما صرحت به الوزيرة حوالي 20% من المواد المنصوص عليها في الكتب المدرسية مجهولة المصدر، قال تلاميذنا أبنائنا في المدارس في الثانويات الابتدائي في المتوسطات يدرسون نصوصا لكن يجهلون مصدرها، الدليل حتى أنهم صاروا يخلطون حتى في الأسئلة، يأتون بأشعار بقصائد شعرية ثم يقولون هذه لنزار قبل، لا ليس نزار قبل لشعر آخر، يعني في أخطاء في الأسئلة في الامتحانات في المسابقات، بالإضافة إلى المسائل الأخرى التي كنت تكلمت عنها، مسألة العنف المدرسي، الكتاب المدرسي، المناهج وغير ذلك. نعم أخي الكريم، هذا هو صلب الموضوع. لو كان التوجه للإصلاح في مثل هذه الأمور، هذه ما تحتاجه المنظومة التربوية. نحن نرى أن مدارسنا في يعني تعاني من الاكتظاظ، القسم الواحد ربما فيه 50 أو أكثر من تلميذ، كيف يتسنى لأستاذ واحد أن يدرس هذا العدد الكبير من التلاميذ؟ لذلك نلاحظ أن مسألة الدروس الخصوصية انتشرت بشكل فظيع في 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 المجتمع الجزائري، صارت المدرسة مجرد أنها تقدم البرنامج والبقية تبقى على الدروس الخصوصية. هذه مفروضة القضايا الأساسية التي تعالج، قضايا الاكتظاظ، قضايا المناهج، المناهج، إعادة النظر في المناهج. أنا قرأت اليوم من بين التوصيات يعني النصوص في التخصص الأدبي للطلبة الأدبيين أنهم يعني ينزعوا يفصلوا كل النصوص القرآنية ونصوص الحديث النبوي الشريف من المناهج ويبقاها مجرد فقط شعر ونثر، ويعني هل الأدب فقط يتحدث في مثل هذه المواضيع؟ صحيح أن مدى التربية الإسلامية تتناول مثل هذه المواضيع، كذلك الأدب العربي ما شفتش
منهج أدب العربي في العالم العربي خال من النصوص القرآنية ومن نصوص الدين، لأن المصدر الأول للأدب العربي أو للغة العربية هو القرآن، وهي السنة النبوية الشريفة، وهي أشعار العرب بعد ذلك تأتي في الدرجة الثالثة. أما أن تنزع الأدب من الأدب النصوص القرآنية التي فيها القيم الجمالية والقيم الأدبية والقيم الفنية التي يحتاجها طالب الأدب، فهذا العمر يعني أمر خطير بالنسبة للمنظومة التربوية. مسألة العنف في المدارس يا أخي هذه كذلك ظاهرة خطيرة، نحن يعني عشنا مرحلة التعليم ولم نعرف هذه المرحلة، ولو أن العنف في الجزائر الآن منتشر على مصراعي، هناك العنف في الملاعب، العنف في الشوارع، العنف في المدارس، في البيوت. نعم، نحن نتناول هذه الجزئية هذه في المدارس. في المدارس نحن نربي أجيالا، نحن نكون جيلا مربي، فروض أن يكون يحترم المدرس، يحترم الوالدين، يحترم المجتمع. أما أن تذهب المدرس أو يذهب المدرس وهو خائف على نفسه ولا يمكن أن يجادل مع الطالب لأنه يتعرض إلى الأذى، وقد سمعنا أمورا خطيرة قد تحدث حتى وفاة أو فقدا لعضو من الأعضاء يقوم به طالب أو تلميذ في مدرسة أو في ثانوية، إن هذه ظاهرة فعلا صبحت خطيرة جدا جدا. وقد قرأت في ذلك بحوث متعددة لأكاديميين تنذر بالخطر داهم على المدرسة الجزائرية. ولكن هذا ليس مسؤولية أهل التربية فقط، مسألة العنف المدرسي الكثيرون وقفوا على هذا الداء وقالوا ليس فقط التربويون هم المسؤولين ما يجري في المدارس من عنف، قالوا لابد من المساجد، لابد من وسائل الإعلام، لابد من الهيئات. هذه كلها سيدي الكريم. نعم. نحن أبناء الجزائر. نحن أبناء المدرسة الجزائرية وعشنا مراحل التعليم من الستينات إلى تقريبا يعني إلى الآن ومارسنا التعليم. مسألة العنف هذه لم تكن موجودة أبدا في تاريخ المدرسة الجزائرية، أبدا لم تكن موجودة. كان احترام، كان التلميذ إذا رأى أستاذه في الطريق ربما يغير طريقه احتراما لأستاذه. اليوم يا أخي رانا نسمع بأمور فظيعة جدا، فظيعة جدا تحدث في مدارسنا. أنا أرى أن هناك تسيب، أرى هناك خلل، أرى أن هناك مشكلة. لو يعني وهذا الخلل يشترك فيه كثيرون، يعني أقول ليس فقط المنظومة التربوية ككل. والمسؤولون كذلك، المسؤولون عن التربية المدرسة من الوزير وهبط، كلهم مسؤولون على هذه المشكلة، على هذه الأزمة. أنت لما تتحدث مع رجال التربية يقول لك المنظومة، المسؤولون عن المنظومة التربوية هم الذين أعطوا الحرية المطلقة وأعطوا هذا التسيب، هذا تسببوا في هذا التسيب المطلق، وصار الأستاذ والمدرس إذا أخطأ ربما في تصرف لفظي أو في عنف لفظي أو عنف جسدي مهما كانت نسبته يتعرض إلى الفصل أو يتعرض إلى السجن أو يتعرض. نحن ضد الضرب، نحن ضد العنف وضد أن يتعامل الطالب بتصرف يعني، لكن هذه الحرية المطلقة لابد من إيجاد. مثلا هنا في بريطانيا هنا العنف ممنوع، يعتبر جريمة يعاقب عليها، لكن لم نرى يعني مظاهر عنفية. كان هناك يعني بدائل أخرى قدموها، كمثلا أن الطالب الذي يتجاوز الحدود كان هناك عقوبات أخرى، يعاقب عقوبات أخرى. أما أنك تفرض أنك تعطي الحرية المطلقة وتمنع الضرب وتمنع العنف اللفظي وتمنع العنف البدني وبعد ذلك لا تقدم بدائل أخرى تربوية للحد من ظاهرة العنف، فهذا سبب من أسباب استفحال هذه الظاهرة. فعلا هي ظاهرة تحتاج إلى الكثير من الدراسة وبعمق. الآن مشاهدينا الكرام مرحب بانضمام الأستاذة فاطمة عيسى وهي إطار في الطور الابتدائي. أستاذة فاطمة، ما رأيك في هذه المقترحات التي خرجت بها الندوة الوطنية التي انعقدت لتقييم ملف المنظومة التربوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كمعلمة ابتدائي أقترح أننا لدينا أطفال رائعين شوقين للعلم والجديد، فلو خاطبناهم بالعامية، أنا أقول عامية يعني لماذا؟ لأن أرى أنها أكثر من كلمة أمنية أو أكثر دارجة، لأننا نحن عندما ندرس الأطفال نخرجهم من مرحلة العامية إلى مرحلة المعرفة إلى مرحلة الحقيقة. لكن الهدف من هذه الخطة إن كانت حقا صرح بها وإن كنا يعني مع الذين يعني نتمنى أن حقا هناك من كذب من المسؤولين في المنظومة التربوية على هذا يعني سبب هذا الأمر.
طيب هذا عن العامية، ماذا عن المقترحات الأخرى؟ تكلمنا بما فيه الكفاية عن العامية، ماذا عن المقترحات الأخرى؟ نعم يعني أنا لا أراها يعني عامية، لأننا نحن عندما ندرس الأطفال في الابتدائي خاصة إذا كان سنة أولى فنحن نخرجه من العامية التي يعيشها في المنزل أو في مجتمعه أو في اللغة التي تعلمها أو في المعرفة التي هي بالنسبة لي هو إنسان جاهل لا يعرف شيئا، فهو عندما يدخل إلى المدرسة يتعلم الجديد، فالجديد يتعلمه عن طريق اللغة العربية، عن طريق تعلم الحروف، عن طريق فهو في نهاية كل أو في كفاءة ثانية كل في المنهاج الدراسي سنة أولى هو أن يتعلم القراءة، أن يعرف الحروف العربية وأن يتعلم يعني إذا تكلموا عن هذه المشكلة في أن يدرس العامية سنة أولى ابتدائي يعني في الطور الأول ابتدائي فهدف كل كفاءة ثانية على حسب المنهج 2003 هو أنه يتعلم ينطق الحروف اللغة العربية. طيب أخت فاطمة، يا أخت فاطمة، يا أخت فاطمة، هل هنالك مقترحات ترين أن هذه الندوة التي انعقدت من أجل التقييم، تقييم ألف منظومة التربوية نسيتها؟ هل هنالك مقترحات ترين أن هذه الندوة قد نسيت هذه المقترحات؟ هل عندك مقترحات أخرى؟ لا يعني لاحظنا أن الندوة اهتمت بأمور يعني لم نتكلم نحن عنها، يعني ليس من انشغالات الأساتذة في إطار ندواتنا التكوينية، في إطار نحن نريد أن يتغير المنهاج الدراسي، نحن نريد أن تنقص الدروس عن التلاميذ، نحن نريد أن يبرزوا الوسائل التعليمية في المقاربة بالكفاءات، نحن نريد أن هذا التلميذ أن يشاهد الجديد، سبحان الله نحن كأساتذة نحن يعني نوفر الصورة ونوفر الوسيلة ونوفر كل شيء يعني يوميا يعني نجهد ذلك من مواردنا الخاصة يعني كل يوم نريد أن نعطي الجديد لهذا التلميذ، وكأننا عندما نريد أن نمثل له شيئا فهو لا يعرفه، يعني أروح وقف على ذلك إلى المناطق النائية من الجزائر، يعني أناس شغوفين بالمعرفة، شغو رائعين، يعني أطفال رائعون، يريدون الجديد، يريدون التغيير، يريدون أن يمثلوا الجزائر أحسن تمثيل، فنحن إذا أردنا أن نرجعهم إلى العامية فنحن نريد أن نمارس التسجيل عليهم. يبدو أننا فقدنا المعلمة فاطمة، لكن مع ذلك أنا أشكرها جزيل الشكر على مداخلتها الطيبة معنا. فاطمة عيسى المعلمة في الطور الابتدائي. عودك أستاذ بادي، كتقييم كحوصلة لحصتنا هذه وأنت كمدير لمدرسة النجاح هنا في لندن، كيف ترى أنجع السبل وأنجحها لإعادة الاعتبار اللغة العربية في الجزائر؟ أخي الكريم، أن اللغة العربية في الجزائر تعرضت إلى مؤامرة خطيرة جدا من طرف أصحاب القرار في الجزائر في أعلى هرم السلطة، عندما نسمع المسؤول الأول في البلاد وهو يتقن ويتحدث لغة عربية فصيحة جميلة ولكنه يؤثر أن يتحدث بلغة المستعمر بلغة فرنسا، هذا تشجيع على البقية. على ألا ترى أن عبد العزيز بوتفليقة هو الذي فتح هذا القوس؟ نعم، لما أتى في عام 99-1000 كان يخطب في الناس بالساعات الطوال باللغة الفرنسية، ذات يوم لامه هو حجار الآن سفير في تونس، لامه على استعمال اللغة الفرنسية بكثرة، فقال له أنا لما كنت أتحدث باللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة أنت ربما لم تظهر كشخصية، لكنه كثيرون يقولون أنه هو الذي فتح هذا المجال للوزراء والأكاديميين كلهم يتحدثون باللغة الفرنسية ولا حرج عليه. هو الذي فتح، هو الذي شجع اللغة الفرنسية. أنا أتذكر مباشرة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية خطب في الطلبة في يوم الطالب وقال لهم إن سبب تخلفنا إنما هي اللغة العربية، وبعدها بسنة زار فرنسا ودخل البرلمان الفرنسي وخطب على البرلمانيين الفرنسية. كان في البداية الجميع وضعوا السماعة في آذانهم لأنهم يتصورون أن سيادة البلاد تستدعي أن يتكلم رأس الدولة بلغة بلده بلغة العربي، ولكنه فجأهم بلغة فولتير بلغة فرنسية وهو يتقنها إتقانا جميلا، فنزع الجميع السماعات وابتسموا. ويعني طيب ناتي الوقت يداهمنا ويحاصرنا، ناتي الى السؤال إيه؟ بماذا توصي لإعادة الاعتبار اللغة العربية؟ انت ترى ان اللغة العربية مجروحة الان في بلادنا. اللغة العربية في الجزائر تتعرض الى مؤامرة كبيرة. طيب حينما يكون رأس الوزارة لا يتقن العربية
يعني كماذا تريد أن نعطي قيمة لهذه اللغة التي يعني يراد إهمالها؟ عندما نسمع الآن تدريس العامية في 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 الطور الأول الابتدائي، ماذا يعني ذلك؟ إنهم يريدون الحقيقة، يعتبروا هكذا قال لهم أسيادهم، وهكذا قال لهم، لأن التبعية تبعية الجزائر لفرنسا لا تخفى على أحد، وفرنسا لا تريد الخير للجزائر ولا تريد أبدا التمكين للغة الضاد في الجزائر. إنهم ألا ترى أن هنالك عوامل أخرى تحاصر اللغة العربية في عقر دارها، مثل الأنترنت ووسائل الإعلام والتفتح على وسائل التواصل الاجتماعي؟ كل هذه الأمور تحاصر اللغة العربية وليس فقط الوزارة. يعني لماذا لا نقول تحاصر اللغة الإنجليزية، وهي لغة العلم ولغة التكنولوجيا ولغة الأنترنت ولغة الفيسبوك ولغة التويتر ولغة كل التواصل الاجتماعي؟ لو تحدث مسؤول جزائري ابتداء من الرئيس باللغة الإنجليزية، والله يسعدنا ويفرحنا ذلك. لكن اللغة الفرنسية الآن تعرف ترتيبها كم عالميا؟ المرتبة العاشرة في العالم. اللغة العربية ترتيبها الخامس، راهي متجاوزة بنصف اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية لا قيمة لو خرجت من فرنسا ومناطق أخرى لا تجد من يتحدث أبدا. لماذا نقيم لهذه اللغة التي كانت سبب في جراحنا؟ هذه اللغة التي تذكرنا بزوزملين ونص شهيد، هذه اللغة التي تذكرنا بالدمار الذي لحق بنا، هذه اللغة التي جلبت لنا المصائب. لماذا نصر على تدريسها لأبنائنا؟ لماذا لا ندرس لهم على الأقل لغة العلم، لغة التكنولوجيا، لغة الحضارة، لغة العالم التي يتحرك بها؟ أو ترك الحرية على الأقل الأولياء يختارون لأبنائهم كما فعل علي بن محمد. إذن المسألة من ورائها أياد، من ورائها الأوصياء الذين ما زالوا أوصياء على الجزائر، الذين يريدون التمكين للغاتهم. إحنا نسمع، قلت لك أنا من قبل، قانون تعميم اللغة العربية، ما دخل فرنسا فيها في قانون؟ طيب، البرلمان الفرنسي. ربما المسألة تحتاج إلى وقت أطول. سامحني أستاذ بادي، المخرج يحاصرني وأن الوقت انتهى. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ بادي تباني، مدير مدرسة النجاح والأستاذ في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية هنا في لندن، وشكر موصول لباقي ضيوفنا الكرام الذين أثروا معنا ملف المنظومة التربوية وتقييم هذه الندوة الوزارية لملف المنظومة التربوية في الجزائر. فاطمة عيسى معلمة في الطور الابتدائي، مسعود بوذيبة القيادي في نقابة التعليم الثانوي والتخني الموسع المدعى كنابسيت في الجزائر، دون ما أن أنسى مريم معروف الممثلة لقطاع التربية في نقابة سناب أب. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نفتح اليوم من جديد ملف المنظومة التربوية. سنوات قضتها الحكومة في إصلاحات وراء إصلاحات، وها هي اليوم تنتهي إلى ضرورة الإصلاح من جديد. خبراء وأولياء التلاميذ يتساءلون وبإلحاح ماذا يحدث في هذا القطاع الحساس، ومن المسؤول عن الفوضى التي تغمره طيلة هذه السنوات الأخيرة؟ أين الخلل يا ترى؟ هل هو في الوزارة أم الحكومة أم النقابات أم في عوامل عديدة أخرى ساهمت في الوضعية البائسة التي أظهرت عليها المنظومة التربوية الجزائرية؟ نشاهد التقرير التالي مشاهدينا ثم نعود. هوية المدرسة الجزائرية في خطر، هذه صرخة استغاثة أطلقتها منظمات وهيئات وشخصيات عديدة في الجزائر بعدما نشرت صحف جزائرية أنباء تتحدث عن اعتزام الحكومة التدريس باللهجة العامية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. لم تصدر ردود فعل عن الحكومة حول هذه الأنباء، وليس هناك ما يؤكد أو ينفي ذلك، لكن مقترح اعتماد التدريس باللهجات العامية في الجزائر ليس جديدا، بل يعود إلى سنوات خلت. ويرى أصحاب هذا الطرح أن الطفل يواجه ازدواجية لغوية، فهو خارج المدرسة يتحدث اللهجة العامية، وداخل فصول الدراسة يصطدم بحاجز اللغة العربية في فهم مختلف المواد الدراسية. لكن المعترضين على هذا الطرح يشتمون فيه رائحة مؤامرة تغريبية،
تستهدف القضاء على اللغة العربية، ويرون أن مشاكل التعليم في الجزائر لم تتسبب فيها اللغة العربية، بل هي تراكمات فشل مستمر في إصلاح المدرسة الجزائرية واختلالات في ربطها بتخصصات التعليم العالي ومن ثم بسوق العمل بشكل عام. وما تزال المدرسة الجزائرية تعاني من مشاكل تتفاقم مع مرور السنوات حتى وصلت إلى أفق مسدود. بيداغوجيا تقادمت مناهج التدريس ولم تعد تتماشى مع متطلبات العصر، وخصوصا في ظل غياب اقتصاد فعال وإدارة متطورة تستطيع أن تلبي متطلبات العملية التعليمية في المدارس والجامعات الجزائرية، مثل ما هو الحال في دول أخرى مرت إلى مرحلة الحكم الراشد والاقتصاد الذكي. ورغم أن عامل الكم متوفر في المدرسة الجزائرية، ولو أن ذلك تسبب في اكتظاظ المدارس، إلا أن الاهتمام بنوعية التعليم وجودته تقهقرت بشكل كبير لعدة عوامل، أهمها ضعف الميزانية المخصصة لقطاع التعليم وتدني رواتب العاملين في المدرسة من إداريين ومعلمين، وانتقال أمراض البيروقراطية والرشوة والفساد من الإدارة إلى المدارس. وبالإضافة إلى هذه المشاكل التي تعاني منها أغلب المدارس الجزائرية، فإن الوضع أخطر في آلاف المدارس في مناطق الهضاب والجنوب، حيث يعاني التلاميذ في هذه المناطق من قلة المدرسين أو انعدامهم في بعض الأحيان، إضافة إلى التسرب المدرسي الكبير وخاصة في أوساط الفتيات بسبب صعوبة التنقل. فإلى متى يستمر التخبط في إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر؟ ومن المسؤول عن التضحية بمستقبل أجيال كاملة؟ التقرير لزميل صابر أيوب مشكورا. مشاهدينا الكرام، أذكر الذين التحقوا بنا اللحظة بأن نفتح اليوم ملف المنظومة التربوية الجزائرية من جديد. معي مشاهدينا الكرام ضيفي الكريم أستاذ بادي تباني مدير مدرسة النجاح وأستاذ بالمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية هنا في لندن. أستاذ بادي تباني، ما الذي يجري في هذا في قطاع المنظومة التربوية؟ إصلاحات وراء إصلاحات، سنوات مضاها أو أمضاها أبو بكر بن بوزيد 18 عاما في هذا القطاع، ثم أتى بعده بابا أحمد كوزير، ثم ها هي بن غبريت وتريد إعادة الإصلاح من جديد. هل هذه الإصلاحات تحتاج إلى إصلاحات مثل ما وضعنا في العنوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا شكرا للاستضافة، وتحية خالصة لشعبنا في الجزائر وفي الوطن العربي. أخي الكريم، مشكلتنا في المنظومة التربوية أنها تعاني من أن هناك جهة تغريبية في السلطة في الجزائر تريد أن تنشئ جيلا على هواها. هم يعرفون أن التعليم هو الذي ينشئ المجتمع، وهو الذي ينشئ الجيل، وهو الذي يكون الشعب الذي يريدونه. كانت المدرسة الأساسية رغم نقائصها ورغم ضعفها، ولكنها استطاعت فعلا أن تكون الجيل الذي يقود الجزائر الآن في جميع المؤسسات الإدارية وفي المؤسسات الاقتصادية، استطاعت فعلا أن تؤسس إطارات كبيرة. فاتهموها بأنها صارت ملجأ أو عشا للإرهاب. من هنا بدأ الأصولية. الأصولية، نعم، هكذا اتهموها بالأصولية، لأن يعني في البداية التعليم في الجزائر نوعا ما كان يعني يرجع إلى الأصول، يرجع إلى التراث، يراعي ثوابت الأمة وأصالة الأمة. فتكون جيلا والحمد لله يعرف دينه ويعرف أمته ويعرف تاريخه ويعرف أصله. هذا لم يعجبهم. من هنا بدأت فكرة الإصلاح. وأنا هو الاسم جميل، إصلاح، ليس هناك أفضل من الإصلاح، لكن يراد من ورائه أشياء أخرى. يريدون أن يسربوا أفكارا غريبة عن هذه الأمة. من هنا جاءت بعد مجيء بوتفليقة مسألة هذه اللجنة، ما يسمى بلجنة بنزاغو، وهذه لجنة خطيرة جدا جاءت من أجل إصلاح المنظومة التربوية، وهي كانت فعلا تريد إفساد هذا القطاع الحساس، هذا القطاع المهم في المجتمع الجزائري. وتأسست هذه اللجنة، لجنة مزاغو، وكانت الوزيرة الحالية عضوا في تلك اللجنة، كانت عضوا، وغيرها، كان رشيد بوجدرة عضوا فيها، كانت اسمها مسعودي، خليدة مسعودي، عضوا في هذه اللجنة. كان فيها أعضاء يمثلون التيار الفرنكوفيلي، التيار العلماني، التيار التغريبي، التيار الذي يعني له ارتباط وثيق بفرنسا، التيار الذي يعادي اللغة العربية ويعادي الإسلام تحديدا. هذه اللجنة عملت سنوات
يعني منذ مجيء بوتفليقه يعني ما يقارب الان 15 سنه وهي تعمل على تفكيك المنظومه التربويه، على تكسير المجتمع الجزائري، على انشاء جيل تغريبي، جيل لا يمت لا بالدين ولا اللغه العربيه، وجدوا ان العائق امامهم هي اللغه العربيه، اللغه العربيه لانها هي لغه التعليم، لغه القران، لغه الاسلام، فوجدوا هذه اللغه لا بد من التخلص منها. ليتهم لجأوا إلى تدريس لغة العلم الحقيقية مثل ما فعل علي بن محمد عندما كان وزيرا للتربية، أراد أن يدخل لغة العلم وهي اللغة الإنجليزية، ولكن للأسف أبعدوه بطريقة يعني لا حضارية. هم الآن يريدون التغيير نحو التغيير أو الإصلاح الذي ينشدونه أو يقصدونه إنما هي اللغة والإسلام. أنا قرأت التوصيات التي أصدرتها اللجنة مؤخرا قبل أمس أعتقد، يعني وما أثير حولها من أن يريدون تدريس اللغة العامية أو اللغة الدارجة في الطور الأول من الإنتلاف. والوزارة كذبت هذا، قالت هذا لم يصدر عنا وإنما هي مجرد إشاعات. أنا لا أصدق. هم يعني لما طلعت على التوصيات التي صدرت عن اللجنة، ذكروا اعتماد اللغة الأم، لم يقولوا اللغة العربية، قالوا اللغة الأم في التحضير والطور الأول للتحكم في ناصية اللغة العربية. يا أخي قلها صراحة، قل اعتماد اللغة العربية. لماذا تقول لغة الأم؟ صحيح لغة الأم هي اللغة العربية، لكن لغة الأم عادة تتكلم الدارجة، تتكلم يعني العامية. أنت تريد تدقيق في الاصطلاح في المصطلح. لابد من توضيح المصطلح. إذا تريد أن تقول تدريس اللغة العربية، قول تدريس اللغة العربية صراحة. أما أن تقول لي لغة الأم وهي معروفة حتى هنا عندنا في بريطانيا ما يسمى بمذر تانك، يعني لسان الأم أو لغة الأم، هذه يعني أن اللغة التي تتكلمها الأم، ولا يعني تحديدا أو ضرورة أنها اللغة العربية الصحيحة السليمة. طيب سأعود للأستاذ بادي الآن. مشاهدينا الكرام، وأرحب بانضمام الأستاذ مسعود بوذيبة القيادي في نقابة التعليم الثانوي والتقني الموسع والمعروف في الجزائر باسم كنابس. أستاذ مسعود، أولا هل حضرتم هذه الندوة الخاصة بدراسة المنظومة التربوية، ملف المنظومة التربوية، مراجعة هذا الملف؟ مساء الخير. مساء النور. نعم كنا من بين الحضور. أيوة. نحن كنا ننتظر هذه الندوة الوطنية. نعم. خصوصا وأن يعني كانت تندرج ضمن مرحلة أخيرة لتقييم التعليم الثانوي. نعم. وبعد الندوات على مستوى المؤسسات، الندوات على مستوى الولايات، على مستوى المستوى الجهوي، كنا ننتظر ندوة وطنية لتقييم التعليم الثانوي. المفاجأة الأولى التي نحن تفاجأنا بها هو أن هذه الندوة خصصت لتقييم إصلاح المدرسة الجزائرية. نعم. وانضم هذا الأمر اعتبرناه قفزا على حلقة أساسية اللي هي تقييم التعليم الثانوي، ثم بعد ذلك بعد تقييم التعليم الإلزامي والثانوي كنا أكيد سوف نذهب إلى تقييم المنظومة التربوية أو تقييم إصلاحات المدرسة الجزائرية. للأسف هذا الأمر لم يتم. والتعليم الثانوي هناك ورشة وحيدة موجودة من بين 10 ورشات تتعلق بالتعليم الثانوي، ولذلك فنحن نرى بأن مرحلة التعليم الثانوي لم تأخذ التقييم الفعلي والذي يجب أن يكون حلقة أساسية في تقييم المنظومة التربوية. بمعنى هل أنتم هل سئلتم حول هذه النقاط التي خرجت بها الندوة؟ هل استحضرت آراءكم، وجهات نظركم، مواقفكم، خاصة وأنتم ممثلون نقابة مهمة في الشارع الجزائري؟ بطبيعة الحال نحن كنقابة عدد الأعضاء الذين تم دعوتهم لا يتجاوز 5 أعضاء، وخمس أعضاء هناك المنسق الوطني يحضر يعني يحضر المحاضرات، وأربعة أعضاء يوزعون على 10 ورشات. وهذا الانتقاد الثاني الذي قمنا به، قلنا بأن 10 ورشات تتطلب حضورنا ب10 أعضاء في هذه الورشات، لماذا 10 ورشات ونستدعي 4 أعضاء؟ بمعنى أن المقترحات الموجودة على مستوى التنظيم النقابي وهي مقترحات ميدانية واقعية
سوف تغيب من 6 ورشات ولا نشارك بمقترحاتنا فيها. ولذلك في المقترحات التي تصدر في النهاية سيكون أكيد فيها انتقاد وفيها نقص وفيها رؤى ممكن لا تتفق مع الرؤى التي يؤمن بها منخرطون النقابة. الأمر الثاني، الملاحظة الثانية التي نقدمها، نحن نعرف بأنه عندما يكون الإقصاء وعندما يكون التضييق وعندما يكون التهميش معناها أننا نؤسس للفشل، والتقييم يجب أن يكون تقييم التقييم يشارك فيه يعني الجميع، أقصد هنا الفاعلين في القطاع، أقصد هنا الكفاءات القاعدية، أقصد كل من شارك في سواء في الإصلاحات أو في بناء المنظومة التربوية في الجزائر. إذن نحن طيب أستاذ مسعود، يا أستاذ مسعود، يعني المتأمل أستاذ مسعود في هذه النقاط التي خرجت بها الندوة ربما يتساءل، وأيضا ربما المتشاهد أيضا يتساءل يقول هذه الأهداف هي التي تناشدها كذلك النقابات، ونقابتكم خصيصا لما مثلا أقرأ استحداث مناهج تعليمية، إعادة النظر في الزمن البيداغوجي، إعادة النظر في امتحان البكالوريا، استحداث بكالوريا مهنية، إعادة الاعتبار التعليم التقني، الاهتمام بتكوين المعلمين والأساتذة، هذه كلها أهداف أنتم كنتم تنشدونها منذ زمان ولا لا؟ والله شوف، نحن في الورشات التي حضرناها قدمنا مقترحات، وقلنا بأن هذه المقترحات تحتاج إلى جلسات أخرى وإلى نقاش أوسع، وقلنا بأن هذه الندوة لمدة 2 يوم والتي الجمع قسم إلى قسمين، قسم يحضر لابسينيار وقسم يحضر لزاتولي اللي هما الورشات، قلنا بأن هذا الأمر لا يعطي للتقييم الجدية اللازمة، ولذلك قلنا لا، يجب أن هذه مقترحات، يعني مقترحات شارك فيها أعضاء الورشات، يجب أن لا نعتبرها هي أرضية اتخاذ قرارات أو توصيات لاتخاذ قرارات مستقبلية، يجب أن يفتح نقاش آخر، يجب أن نعطي الوقت لتقييم المنظومة التربوية، يجب أن نشترك الجميع. ولذلك في الورشات قدمت مقترحات، وتلك المقترحات ليس معناها أنه متفق عليها الجميع، لأنه بعض المقترحات وفي نفس الورشة نجد بأن الورشة ممكن هناك مقترحين جزء متفق عليه وجزء غير متفق عليه. ولذلك نحن نرى بأن هي مجرد اقتراحات، نتمنى بأنها يعمق فيها النقاش وتكون هناك فرص لدراسة هذه المقترحات أفضل. طيب خليك مع أستاذ مسعود، خليك مع أستاذ مسعود، سأعود إليك أستاذ مسعود، خليك معنا سأعود إليك بعد لحظات. ما رأيك أستاذ بادي في هذه المقترحات التي أبداها؟ قال لا بأس بهذه الندوة لكن الوقت ليس كافيا ولا وافيا، ملف كملف النظم التربوية ملف ملغوم، لابد له من وقت، لابد له من ورشات وتوسيع النقاش حتى يشارك الجميع في إثراء هذه المنظومة، ما رأيك؟ يا أخي، مسألة مناقشة المنظومة التربوية لا يكفي فيها أصحاب القرار أو السلطة الفوقية أو عدد قليل كما قال الأخ من النقابات، هذه كلها لا تكفي، لابد من إشراك الأسرة التربوية كلها يعني على جميع مستوياتها، هي التي تقرر وهي التي في الميدان وهي التي تعرف حاجيات المنظومة التربوية، أما أن يقرر هناك جهات فوقية، حتى أن الوزيرة مع احترامنا للوزيرة هي بعيدة عن الأسرة التربوية، بعيدة عن الجانب، هي متخصصة في علم الاجتماع الأنثروبولوجي، وما علاقة هذا التخصص بالتربية؟ ولم تمارس أبدا عملها في التربية، إنما كانت في إطارة البحوث. يا أخي لابد من اختصاصها في التنظير أكثر شيء، يعني التنظير بعيدا عن التربية، بعيدا عن التربية. علم الاجتماع الأنثروبولوجي لا علاقة له بالتربية، كانت في جانب بحثي، يعني بحث لم تكن تمارس التربية، فهي بعيدة عن التربية. يا أخي هؤلاء يتلاعبون بأجيالنا، جعلوا المدارس الجزائرية كحقل تجارب، كفئران تجارب. يأتي وزير، يعني ترى أن العيب في الوزير أيضا وفي الأكاديميين هذو وفي الإطارات الوزارة؟ يا أخي أعطي الأمر لأهله، أهل الاختصاص، أهل الأساتذة والمدرسين، وهم أهل المنظومة التربوية، هذو من حقهم في 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 89 اعتقد، في عهد قصدي مرباح لما كان رئيسا للحكومة، قام بعمل جيد عندما انزل مشروع المنظومة التربوية الى الأسرة التربوية الإثرائي. نعم، إثرائي على مستوى المدارس، على مستوى المؤسسات، على مستوى كل اطراف التعليم في الجزائر. بمعنى انه ترى يومان ليس كافيين، يومان وثلاث ايام ولا شهر، لابد من انزال المشروع، المشروع لابد وان يساهم فيه مدرس الابتدائي ومدرس الثانوي
ومدرس الجامعة، الجميع كلهم لابد وأن يشاركون مثل ما فعلنا في 89، وقد شاركنا شخصيا، شاركت في الأمر، كان فعلا إثراء قوي جدا، الكل أدلى بدلوه، وخرج مشروع قوي جدا يمثل المنظومة التربوية الأصيلة الصحيحة، وكان شعاره من أجل منظومة تربوية جزائرية المنهج إسلامية الروح عربية اللسان. صحيح، هذا الشعار. ولكن للأسف الشديد هذا المشروع أقبر ووضع، يعني لا أحد يعلم أين ذهب. مع ذلك أنه جهد جبار قامت به الأسرة التربوية. الآن هناك جهات إما إن في السلطة لا نراها، وإن على مستوى الوزارة وهي ليست من الاختصاص، أن الوزيرة لا أعتبرها صاحبة اختصاص، ولا تصلح أن تكون وزيرة للتربية، لأنه للأسف الشديد وزيرة مكلفة بقطاع حساس جدا في الجزائر، لا تتقن لغة عربية ولا تتكلم جملة فصيحة. هي يعقل هذا يا أخي الكريم؟ تحسن يعقل لو تحسن مستواها الأشهر الأخيرة وصارت لا لن يتحسن النظيف. أبدا إذا لم يتحسن طيلة عمرها وربما تجاوزت 60، فكيف يتحسن في بعد هذا العمر؟ لو رأيت مثلا بالله عليك وزيرا بريطانيا في حكومة كاميرون، وزير التربية ليتكلم اللغة الإنجليزية، هل هذا مقبول؟ علاش احنا في الجزائر فقط كل شيء مقبول؟ الشعب هذا وش بيه؟ هذا الشعب يقبل كل شيء؟ طيب يا أخي مش طيب. معقول أن وزيرة على مستوى قطاع حساس تكلم جمل مضحكة، صبحت محلة تندر ومحل نكات على مستوى التواصل الاجتماعي. مع ذلك مش مروحه مع ذلك استاذ بني، لازم يحترموا يا اخي، يحترموا على الاقل هذا الشعب المسلم، هذا الشعب العربي. جيبوا لنا يا اخي واحد على الاقل ينتمي. هؤلاء هذو بعاد على الشعب، بعاد على المجتمع، ما يعرفوش طبيعه هذا الشعب الجزائري. هذو من الواجب ان يرحلوا. طيب ويسلموا المشعل المهمه لاهلها لاصحابها. طيب استاذ بادي، مع ذلك فقد حسنت، الكثيرون يقولوا انه الوزيره بذلت مجهودا تشكر عليه وحسن في المستوى، وصارت تتحدث اللغه العربيه احسن من الذين يدخلون الفرنسيه فقط. هذا وانا لست محامي عن الوزير على كل حال. استاذ مسعود، ما رايك في هذه المقترحات حول امتحان البكالوريا بدل من 3 ايام، جعل هذا الامتحان فقط في 2 يوم، او جعل ايضا البكالوريا مهنيه ليست كما هو عليه السنين الاخيره، بالاضافه الى امتحان شفوي، بمعنى يمتحن كتابين ثم يفسح له المجال ليمتحن شفوين. ما رأيك في هذه المقترحات حول البكالوريا وأنت تعنى بالشأن شؤون الثانويات؟ نحن إذا سمحت أردت أن أعلق على كلام سمعته في البداية. تفضل. هو نحن نحذر القائمين على وزارة التربية الوطنية من التصريحات الاستفزازية أو التصريحات التي ممكن تجنبنا النقاش الحقيقي والتقييم الحقيقي. نعم. التقييم يكون في هدوء، بعيدا عن الاستفزاز، بعيدا عن المساس بأي أمر مهما كان. يجب أن نترك الأمر للكفاءات القاعدية لأهل الاختصاص. نظن بأن قوانين الجمهورية واضحة. عندما نتكلم مثلا على العامية في المدرسة الابتدائية إن كان خطأ وهذا غير مسموح، نظن بأن قوانين الجمهورية واضحة، الدستور الجزائري واضح، القانون التوجيهي للتربية الوطنية واضح في لغات التدريس. هناك جانب بيداغوجي نعتمده، أو لغة بيداغوجية نعتمدها نحن كأساتذة في التدريس. بطبيعة الحال التلميذ عندما يدخل المدرسة الابتدائية في الشهور الأولى لا يمكن أننا التلميذ منذ البداية ممكن نتعامل معه كتلميذ يحسن العربية جيدا في أسرته. نحن نعرف بأن المجتمع الجزائري هناك يعني العائلات يعني تختلف من مكان إلى آخر من حيث اللهجات، من حيث اللغات. ولذلك من الطبيعي أن التلاميذ لما يجون المدرسة الجزائرية ضروري تحضيرهم. نعم. وضروري إدماجهم
في المحيط المدرسي ادماجهم في لغه التدريس اللي هي العربيه بالتدريج. ولذلك نحن جعلنا في المرحله الابتدائيه في الفصل الاول لا يمتحن التلميذ فيه، وهذا يدخل ضمن التحضير والادماج. وحتى ان النجاح في السنه الاولى يعني دائما نتساهل في نجاح التلاميذ في السنه الاولى، وهذا يدخل ضمن التحضير والادماج. ضروري نتعامل بيداغوجيا بلغه يفهمها التلميذ حتى ندخله تدريجيا في اللغه العربيه، لكن لغه التدريس فصل فيها القانون التوجيهي والقوانين الجمهوريه الجزائريه لغه هي اللغه العربيه، ولا داعي اننا نريد ان نبعد النقاش عن النقاش الحقيقي الذي تحتاجه المدرسه الجزائريه. المدرسه الجزائريه تعيش مشاكل حقيقيه من بينها البكالوريا. البكالوريا اليوم هناك مشاكل حقيقيه نعيشها اليوم. هناك واقع ما تعيشه المدرسة الجزائرية اليوم. التلميذ في الأقسام النهائية أصبح لا يولي أهمية للدروس التي يدرسها داخل القسم، لا يولي الأهمية لأستاذه، يغادر المدرسة منذ شهر فبراير. ولذلك نحن كنقابة من المقترح الذي قدمناه سابقا واليوم قلنا بأنه كقرار مستعجل ضروري حتى نعيد الأمور إلى نصابها، يجب أن نعود إلى البطاقة التركيبية بهدف إعادة الانضباط وحسن السلوك إلى الأقسام النهائية، بهدف التقليل من العنف في الأقسام النهائية، بهدف ضبط التلميذ مع القسم ومع أستاذه إلى نهاية السنة. وبالتالي يمكننا أن التلميذ نرفع من مستواه الأكاديمي، التلميذ يتلقى جميع المعارف العلمية، نتخلص من العتبة. وبالتالي هذه البطاقة التركيبية يجب إدخالها في الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا، معناها يكون لها دور في النجاح في شهادة البكالوريا، بمعنى أن التلميذ يصبح يهتم بجميع الدروس التي يدرسها سواء المواد الثانوية أو المواد غير الثانوية. هناك مقترح موجود ثاني، لا ننكر بأن البكالوريا اليوم أصبحت هاجس، ولا ننكر بأن العدد الكبير للمواد أصبح يمس بالمستوى يعني التحصيل العلمي بالنسبة للتلميذ، ومستوى التلميذ حصل على شهادة البكالوريا. إذن هناك مقترح يقول يجب أن نقسم البكالوريا إلى قسمين. نعم. القسم A و B، معناها البكالوريا الأولى تكون في السنة الثانية ثانوي، يمتحن التلميذ في المواد الغير مميزة للشعبة، وفي القسم النهائي يمتحن في المواد المميزة للشعبة. مع العلم أن المواد الغير مميزة للشعبة سيبقى يدرسها التلميذ في القسم النهائي لأن البطاقة التركيبية موجودة. وفي المرحلة النهائية نحن دخلنا باب الاختصاص، وبالتالي يجب أن نحضر التلميذ للاختصاص. إذن لا نتخوف من أن التلميذ يمتحن في السنة الثانية في المواد الغير مميزة، ويجب أن نوجه الأنظار ونقول بأن التربية الإسلامية أرادوا أو التاريخ والجغرافيا، لا ليس هذا. التاريخ والجغرافيا، التاريخ والتربية والأخلاق يدرسها التلميذ في كل المواد. يجب أن نفكر تفكير آخر، يجب أن الفيزياء هي تعلمنا الأخلاق والقيم، الرياضيات تعلمنا الأخلاق والقيم، الأدب يعلمنا الأخلاق والقيم، الفلسفة تعلمنا الأخلاق والقيم. يجب أن لا نحصر الأخلاق والقيم في مادة في مواد معينة إسلامية، ما لازمش نوقع في الخطأ. يجب أن نفكر كيف أن كل المواد تساهم في بناء فرد له أخلاق وقيم، ونحن في منظومة اللي هي تعلم الأخلاق. بارك الله فيك استاذ مسعود، انا اشكرك جزيل الشكر استاذ مسعود بوذيبه القيادي بنقابه التعليم الثانوي والتقني الموسع المعروف بالجزائر باسم كنابست، انا اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. اعود لك استاذ بادي، هو اشار اشاره ولو خفيفه على مساله العاميه هذه، ولو انه احد المفتشي وزاره التربيه كذب هذا، قال هذه مجرد اشاعات، نحن لسنا او لا نريد ادخال ما يسمى بالعاميه في التعليم الابتدائي، بمعنى لا ندرس اللغه العربيه وندرس العاميه، قال هذا كلام ليس صحيح. البعض قالوا هذا دخان بلا نار، لا يمكن ان نكون دخان بلا نار، معناتها صحيح الكلام. اي تعليق حول هذا؟ اي نعم، كما اشرت في البدايه اخي الكريم ان التوصيات وردت فيها كلمه الام، لغه الام. ايوه، ولغه الام هذه لم تاتي هكذا بريئه، انا قرات ما وراء السطور، يعني كان يمكن ان الاخوه اللي كانوا حضروا ويدافعون يعني عن الاسره التربويه والمنظومه التربويه كنقابيين يطلبون تفسير، المفروض ان يطلبون توضيحا عن هذه النقطه. اذا كنت تعني اللغه العربيه، اللغه العربيه واحده، ما عندناش لغات، ما عندناش لهجات، عندنا اللغة العربية الوحيدة المعروفة وهي الفصحى، وما عدا ذلك فهي لهجات أخرى. إذا كنت تنوي تدريس اللهجات أو العامية
في المدرسة أو في الطور التحضيري أو في الابتدائي. أنا أتساءل يا أخي الكريم، من حقي أن أتساءل، أي لغة عامية تريد أن تدرسها؟ الجزائر فيها لغات عامية، كل منطقة وكل مدينة عندها لغة عامية خاصة. هنالك بين يدي أستاذ بادي، بين يدي بيان لأعضاء برلمانيين، أعضاء في البرلمان الجزائري، أصدروا بيانا اليوم حول هذه المقترحات الصادرة عن هذه الندوة. أقرأ مقتطفات منه فقط لضيق الوقت. يرفضون رفضا تاما قرار وزارة التربية الناتج عن ندوة تقييم الإصلاح التربوي التي أوصت باستعمال اللهجات العامية في التدريس في المرحلة الابتدائية، ويرون ذلك تعديا على الدستور وعلى قوانين الجمهورية. بعد ذلك قالوا إن اتخاذ هكذا قرار بعيد عن المؤسسات الرسمية اللي هو البرلمان يطرح التساؤل عن الخلفيات والنوايا. دعوا إلى التحافظ، البرلمانيون دعوا إلى المحافظة على الوحدة والهوية الوطنية العربية والإسلام، وأن اعتماد القرار من شأنه ينسف الوحدة الوطنية وانسجام المجتمع الجزائري. ثم بعد ذلك رفضوا تسييس المنظومة التربوية والعودة إلى الصراع اللغوي وإنهاء المجتمع، إلهاء المجتمع بهذه المشاكل الجانبية. نعم، كلام معقول جدا. نعم، فكما قلت أخي، كما سبق وأن ذكرت، أن ليس هناك دخان من غير نار. فالمسألة أعتقد، لأن المسألة ليست حديثة، ليست جديدة. المؤامرة على اللغة العربية ليست وليدة اليوم أو البارحة أو بمجيء بن غبريط. المؤامرة على اللغة العربية في الجزائر هي منذ دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، منذ أن أصدر وزير الداخلية الفرنسي سنة 1938 الوزير شوطان القانون المعروف باعتبار أن اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر، وكان يعاقب كل من يدرس أو يتعلم اللغة العربية. منذ ذلك الوقت وهؤلاء ربائب الاستعمار أو أبناء فرنسا، هؤلاء يعملون على تثبيت اللغة الفرنسية ومحاربة اللغة العربية وجعلها لغة ثانية. نعم، لما نتتبع التاريخ يا أخي، تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، نجد هذه الأقلية النافذة، هذه الأقلية المستغربة، هذه الأقلية المستجورة، هذه الأقلية التابعة لفرنسا تعمل على التمكين للغة العربية. هؤلاء موجودون في الإدارة، موجودون في الجيش، موجودون في الأماكن الحساسة. لاحظ فقط يا أخي، قانون تعميم اللغة العربية الذي أمضاه الشاذلي رحمة الله عليه، ونحن نترحم عليه، لا موضعوش الأدراج، جمدوه لما جابوا ضياف. أول عمل قام به هو تجميد هذا القانون. جاء زروال الله يذكره بخير، عاد إحياء هذا القانون من جديد، جابوا تفليقة وضعوا في الدرج، لم يجمده بل بقي مجمدا في الدرج. وأنا لما نتحدث عن الخلفية تاع هذه التدريس العامية، حينها كنا قد سمعنا البرلمان الفرنسي لما أقر الشاذلي بن جديد قانون تعميم اللغة العربية، القانون الفرنسي اجتمع وأصدر بيان واستنكر العملية، وبعدها في وقت زروال لما أمضى قانون تعميم اللغة العربية، البرلمانيون الأوروبيون، وكان يعني بتحريك من البرلمان الفرنسي، كتبوا بيانا استنكروا فيه هذا العمل، واعتبروا أن لغة الجزائر ليست لغة عربية بل هي اللغة العامية، وأن هذا تعدي على اللغة الصحيحة السليمة وهي اللغة العامية التي تحدث بها الشعب الجزائري، وقالوا أن اللغة العربية هي التي جلبت الأصولية وجلبت الإرهاب إلى الجزائر. هذا موثق وصادر عن 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 لجنة حقوق الإنسان عن البرلمان الأوروبي بتحريك من البرلمانيين الأوروبيين الفرنسيين. نعم، تمام. الآن مشاهدينا الكرام نستمع لوجهة نظر أخرى، أفكار أخرى، مع الأستاذة مريم معروف اللي هي ممثلة نقابية في قطاع التربية بنقابة السناب أب. أستاذة مريم، هل من ملاحظات حول هذه المقترحات التي خرجت بها الندوة التي انعقدت من أجل تقييم ملف المنظومة التربوية في الجزائر؟ أولا أهلا وسهلا سيدي الكريم، شكرا على الاستضافة. أنا فيما يخص تعليم اللغة العامية أو اللغة الدارجة في المدرسة الجزائرية أو في المرحلة الابتدائية، استقبلنا الخبر ككل شعب الجزائري، سواء كان نقابة أو جمعية أولياء التلاميذ أو أولياء تلاميذ أو تلاميذ بصفة عامة أو أي طرف كان، سواء برلمانيين أو كذا، استقبلنا هذا الخبر من بحرين. كيف أن يصدر كلام مثل هذا من مسؤول في وزارة التربية الذي يمثل
يمثل البيداغوجيا في الوزارة، ويقول أن لابد من تعميم اللغة العامية أو الدارجة في المدارس. ولكن حتى نكون موضوعيين أستاذة مريم، هنالك تكذيب صدر اليوم عن المفتش العام. قلت لك حتى نكون موضوعيين لابد من إحضار وجهات نظر الأخرى تاع الوزارة، هم يقولون هذا ليس صحيحا، لم نقم بإصدار مثل هذا القرار حول تعميم اللغة العامية في الابتدائي. كذب هذا، هذا وارد اليوم في جريدة البلاد، لكن مع ذلك نحن نطرح جميع الأفكار، تفضلي. هذا يعتبر خطر على التلميذ، على المدرسة، وبالتالي ضرب للهوية الجزائرية ولرواسخ الجزائر. طيب سيدة مريم، كنت قد تكلمت ربما لم تستمعي إلى تدخلي حول أن الوزارة كذبت عن كان ذلك عبر أحد مفتشيها العامين اللي هو منضوين في الوزارة، قال أنه هذا القرار ليس من الوزارة، لم يصدر عن الوزارة، حول تعميم اللغة العامية. فرجاء نروح للنقاط الأخرى، نتحدث عن المقترحات الأخرى، اللغة العامية واللهجة العامية وكذا، تكلمنا بما يفيد في هذا، نرجع للمقترحات الأخرى، ما رأيك فيها؟ أكيد الوزارة تكذب الخبر، لكن الفيديو راهو منتشر على مراكز التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك أو في اليوتيوب، لتصريح مباشر الذي كان حول تقييم الندوة أو تقييم الإصلاح في ندوة صحفية، وقال أنه لابد من العودة إلى اللغة الأم، وأن التلميذ لابد أن يدرس في المرحلة الابتدائية خاصة في القسم التحضيري وقسم السنة الأولى وكذا، يدرس اللغة اللي جابها من البيت، معناها اللغة العامية والدارجة. بالتالي هنا راح تكون كاين جهويه، اكيد بطبيعه الحال راح تكون جهويه، كل منطقه راح تقري، راح تدرس التلاميذ الدارجه، راح تدرس اللغه اللي منتشره في المنطقه. طيب ماذا عن الامازيغيه؟ هم قالوا ايضا الامازيغيه يجب ان تدخل 20 ولايه على الاقل. اذا كان تدريس، اذا كان اللغه الدارجه، احنا نرفضها رفضا تاما وقطعيا، هذا العوده الى الاستعمار الفرنسي، الى المراحل الاولى التي كانت الدوله الجزائريه تحاول الرفع من مكانه اللغه والعوده بها الى مكانتها الحقيقيه. لكن اللغه الامازيغيه لا نرفضها، اكيد هي راسخه في هويه الشعب الجزائري، راسخه في مبادئه، وهي مكون من مقومات الدوله الجزائريه. لماذا اذا كان تعليم اللغه، لماذا لا تكون تعليم اللغه الامازيغيه، وبدل ان في ولايات معينه لابد ان تكون في كل ولايات الوطن؟ لماذا في المراحل الابتدائيه والمتوسط او الثانوي العكس، لابد ان تكون هناك اللغه الامازيغيه بدل اللغه الدارجه؟ طيب ولكن البعض، هنالك الكثير من المراقبين للشأن السياسي في الجزائر، أولياء التلاميذ أيضا، قالوا لا يمكن فرض هذه اللهجة الأمازيغية على مناطق لا يتحدث أبناء هذه اللهجة، قالوا يكتفون بالعربية، بالإنجليزية، الفرنسية، ولما لا، أما أن نفرض الأمازيغية على ولايات أخرى أهلها لا يتكلمون الأمازيغية، هذا ليس بالقرار الصائب. بطبيعة الحال هذا رأي صادر على أولياء أو صادر على ناس معينين، لكن أنا لا أظن لو كان يكون هناك استفتاء الشعب الجزائري لا أظن أنه يرفض اللغة الأمازيغية. لا، إذا كان مثلا مناطق معينة فيها نسبة عديدة من الأمازيغ، هذا لا يعني أن المناطق الأخرى فيها، إذا لم يكن حتى في منطقة معينة، لكن لا يرفضون تماما تعليم اللغة الأمازيغية لأبنائهم أو كذا. وبالتالي تكون في مرحلة معينة، سواء في المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية. طيب نذهب الآن إلى المقترحات الأخرى التي لم ترد ربما الكثير منها على اللسان لكنه على الورق غائبة، مسألة الاكتظاظ، مسألة المناهج، البرامج، خارطة التعليم بصفة عامة، تحسين المستوى، ماذا عن على الحوار بين النقابات والوزارة، كل هذا لم يأتي ذكره في هذه البيانات الصادرة عن الوزارة. أكيد هذا ما كنا ننتظره، نحن كنا ننتظر ندوة صحفية أو التقييم العام الدراسي حول النتائج وحول الإصلاحات وحول، كان من المفروض أن يكون الكلام عن الكتاب المدرسي، عن الاكتظاظ، ما هي الحلول التي ستقدمها وزارة التربية حول مشكلة الاكتظاظ التي لها مدة 5 سنوات إلى 7 سنوات، تلميذ يدرس في قسمين في قسم واحد، مشكلة الكتاب المدرسي، الأخطاء الموجودة في الكتاب المدرسي، تخفيض المحفظة على التلميذ، تخفيض بعض المواد،
هو نحن نفاجئ أن الوزارة تقول حذف بعض المواد من الأقسام، هذا غير منطقي أن تحذف مادة التاريخ والجغرافيا ومادة الشريعة الإسلامية، هذا عيب. مكونات الأمة هي اللغة والدين والتاريخ، كيف تحذف هذه المواد التي تعبر عن استمرار أمة ورسوخها؟ كيف لهم أن يحدثوا مواد كهذه؟ هذا من المفروض أن تتكلم عنه الوزارة أو تتكلم عنه النقابات حول ما هي الحلول التي ستقدمها الوزارة في الدخول المدرسة حول مشكلة الاكتظاظ، حول المناهج البيداغوجية، حول طريقة التدريس، ما هي الطرق الجديدة، لماذا لا تعميم استخدام الإعلام الآلي في المراحل التدريس سواء في الابتدائي والمتوسط والثانوي، إدخال اللغة الإنجليزية في المراحل بدل أن تكون في المتوسط تكون في الثالث الابتدائي، ولما لا بدل أن تكون اللغة العامية أو اللغة الدارجة، والله كارثة هذه. شكرا جزيلا لك مريم، شكرا جزيلا لك اخت مريم معروف الناشطة النقابية في نقابة سناب اب والمكلفة قطاع التربية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. اعود لك استاذ تباني، ما رايك في هذه المقترحات التي كانت تتكلم عنها اخت مريم، الحديث عن الاكتظاظ في المدارس، العنف المدرسي، كذلك لابد من الاشارة ما صرحت به الوزيرة، حوالي 20% من المواد المنصوص عليها في الكتب المدرسية مجهولة المصدر، قال تلاميذنا أبنائنا في المدارس في الثانويات الابتدائي في المتوسطات يدرسون نصوصا لكن يجهلون مصدرها، الدليل حتى أنهم صاروا يخلطون حتى في الأسئلة، يأتون بأشعار بقصائد شعرية ثم يقولون هذه لنزار قبل، لا ليس نزار قبل، شعر آخر، يعني في أخطاء في, في, في الأسئلة في الامتحانات في المسابقات، بالإضافة إلى المسائل الأخرى التي كنت تكلمت عنها، مسألة العوم في المدرسي، الكتاب المدرسي، المناهج وغير ذلك. نعم أخي الكريم، هذا هو صلب الموضوع. لو كان التوجه للإصلاح في مثل هذه الأمور، هذه ما تحتاجه المنظومة التربوية. نحن نرى أن مدارسنا في يعني تعاني من الاكتظاظ، القسم الواحد ربما في 50 أو أكثر من تلميذ، كيف يتسنى لأستاذ واحد أن يدرس هذا العدد الكبير من التلاميذ؟ لذلك نلاحظ أن مسألة الدروس الخصوصية انتشرت بشكل فظيع في 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 المجتمع الجزائري، صارت المدرسة مجرد أنها تقدم البرنامج والبقية تبقى على الدروس الخصوصية. هذه مفروضة القضايا الأساسية التي تعالج، قضايا الاكتظاظ، قضايا المناهج، إعادة النظر في المناهج. أنا قرأت اليوم من بين التوصيات يعني النصوص في التخصص الأدبي للطلبة الأدبيين، أنهم يعني ينزعوا يفصلوا كل النصوص القرآنية ونصوص الحديث النبوي الشريف من المناهج ويبقاها مجرد فقط شعر ونثر، ويعني هل الأدب فقط يتحدث في مثل هذه المواضيع؟ صحيح أن مدى التربية الإسلامية تتناول مثل هذه المواضيع، كذلك الأدب العربي، ما شفتش منهج أدب العربي في العالم العربي خال من نصوص قرآنية ومن نصوص الدين، لأن المصدر الأول للأدب العربي أو للغة العربية هو القرآن وهي السنة النبوية الشريفة وهي أشعار العرب، بعد ذلك تأتي في الدرجة الثالثة. أما أن تنزع الأدب من الأدب النصوص القرآنية التي فيها القيم الجمالية والقيم الأدبية والقيم الفنية التي يحتاجها طالب الأدب، فهذا الأمر يعني أمر خطير بالنسبة للمنظومة التربوية. مسألة العنف في المدارس يا أخي، هذه كذلك ظاهرة خطيرة، نحن يعني عشنا مرحلة التعليم ولم نعرف هذه المرحلة، ولو أن العنف في الجزائر الآن منتشر على مصراعيه، هناك العنف في الملاعب، العنف في الشوارع، العنف في المدارس، في البيوت. نعم، نحن نتناول هذه الجزئية هذه في المدارس. في المدارس نحن نربي أجيالا، نحن نكون جيلا مربي، فروض أن يكون يحترم المدرس، يحترم الوالدين، يحترم المجتمع. أما أن تذهب المدرس أو يذهب المدرس وهو خائف على نفسه ولا يمكن أن يجادل مع الطالب لأنه يتعرض إلى الأذى، وقد سمعنا أمورا خطيرة قد تحدث حتى وفاة أو فقدا لعضو من الأعضاء يقوم به طالب أو تلميذ في مدرسة أو في ثانوية، إن هذه ظاهرة فعلا صبحت خطيرة جدا جدا، وقد قرأت في ذلك بحوث متعددة لأكاديميين تنذر بالخطر داهم على المدرسة الجزائرية. ولكن هذا ليس مسؤولية أهل التربية فقط، مسألة العنف المدرسي الكثيرون وقفوا على هذا الداء وقالوا ليس فقط التربويون هم المسؤولين،
ما يجري في المدارس من عنف، قالوا لابد من المساجد، لابد من وسائل الإعلام، لابد من الهيئات، هذه كلها. سيدي الكريم، نعم. نحن أبناء الجزائر، نحن أبناء المدرسة الجزائرية، وعشنا مراحل التعليم من الستينيات إلى تقريبا يعني إلى الآن، ومارسنا التعليم. مسألة العنف هذه لم تكن موجودة أبدا في تاريخ المدرسة الجزائرية، أبدا لم تكن موجودة. كان احترام، كان التلميذ إذا رأى أستاذه في الطريق ربما يغير طريقه احتراما لأستاذه. اليوم يا أخي نسمع بأمور فظيعة جدا، فظيعة جدا تحدث في مدارسنا. أنا أرى أن هناك تسيب، أرى هناك خلل، أرى أن هناك مشكلة. لو يعني وهذا الخلل يشترك فيه كثيرون، يعني أقول ليس فقط المنظومة التربوية ككل، والمسؤولون كذلك، المسؤولون عن التربية المدرسة، من الوزير وهبط، كلهم مسؤولون على هذه المشكلة، على هذه الأزمة. أنت لما تتحدث مع رجال التربية يقول لك المنظومة، المسؤولون عن المنظومة التربوية هم الذين أعطوا الحرية المطلقة وأعطوا هذا التسيب، هذا تسببوا في هذا التسيب المطلق، وصار الأستاذ والمدرس إذا أخطأ ربما في تصرف لفظي أو في عنف لفظي أو عنف جسدي مهما كانت نسبته، يتعرض إلى الفصل أو يتعرض إلى السجن أو يتعرض. نحن ضد الضرب، نحن ضد العنف، وضد أن يتعامل الطالب بتصرف يعني، لكن هذه الحرية المطلقة لابد من إيجاد. مثلا هنا في بريطانيا، هنا العنف ممنوع، يعتبر جريمة يعاقب عليها، لكن لم نرى يعني مظاهر عنفية. كان هناك يعني بدائل أخرى قدموها، كمثلا أن الطالب الذي يتجاوز الحدود كان هناك عقوبات أخرى، يعاقب عقوبات أخرى. أما أنك تفرض أنك تعطي الحرية المطلقة وتمنع الضرب وتمنع العنف اللفظي وتمنع العنف البدني، وبعد ذلك لا تقدم بدائل أخرى تربوية للحد من ظاهرة العنف، فهذا سبب من أسباب استفحال هذه الظاهرة. فعلا هي ظاهرة تحتاج إلى الكثير من الدراسة وبعمق. الآن مشاهدينا الكرام، مرحب بانضمام الأستاذة فاطمة عيسى، وهي إطار في الطور الابتدائي. أستاذة فاطمة، ما رأيك في هذه المقترحات التي خرجت بها الندوة الوطنية التي انعقدت لتقييم ملف المنظومة التربوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كمعلمة ابتدائي أصرح أننا لدينا أطفال رائعين شوقين للعلم والجديد، فلو خاطبناهم بالعامية، أنا هنا أنا لا أقول عامية، يعني لماذا؟ لأن أرى أنها أكثر من كلمة عامية أو أكثر دارجة، لأننا نحن عندما ندرس الأطفال نخرجهم من مرحلة العامية إلى مرحلة المعرفة، إلى مرحلة الحقيقة. لكن الهدف من هذه الخطة إن كانت حقا صرح بها، وإن كنا يعني مع الذين يعني نتمنى أن حقا هناك من كذب من المسؤولين في المنظومة التربوية على هذا، يعني كذب هذا الأمر. طيب، هذا عن العامية، ماذا عن المقترحات الأخرى؟ تكلمنا بما فيه الكفاية عن العامية، ماذا عن المقترحات الأخرى؟ نعم، يعني أنا لا أراها يعني عامية، لأننا نحن عندما ندرس الأطفال في الابتدائي خاصة إذا كان سنة أولى، فنحن نخرجه من العامية التي يعيشها في المنزل أو في مجتمعه أو في اللغة التي تعلمها أو في المعرفة التي هي بالنسبة لي هو إنسان جاهل لا يعرف شيئا، فهو عندما يدخل إلى المدرسة يتعلم الجديد، فالجديد يتعلمه عن طريق اللغة العربية، عن طريق تعلمه الحروف، عن طريق، فهو في نهاية كل أو كفاءة ثانية كل في المنهج الدراسي سنة أولى هو أن يتعلم القراءة، أن يعرف الحروف العربية، وأن يتعلم يعني إذا تكلموا عن هذه المشكلة في أن يدرج العامية سنة أولى ابتدائي يعني في الطور الأول ابتدائي، فهذا كل كفاءة اجتماعية حسب المنهج 2003 هو أنه يتعلم ينطق الحروف اللغة العربية. طيب أخت فاطمة، يا أخت فاطمة هل هنالك مقترحات ترين أن هذه الندوة التي انعقدت من أجل تقييم ملف المنظومة التربوية نسيتها؟ هل هنالك مقترحات ترين أن هذه الندوة قد نسيت هذه المقترحات؟ هل عندك مقترحات أخرى؟ لا، يعني لاحظنا أن الندوة اهتمت بأمور يعني لم نتكلم نحن عنها
يعني ليس من انشغالات الاساتذه في اطار ندواتنا التكوينيه، في اطار نحن نريد ان يتغير المنهاج الدراسي، نحن نريد ان تنقص الدروس عن التلاميذ، نحن نريد ان يبرزوا الوسائل التعليميه في المقاربه بالكفاءات، نحن نريد ان هذا التلميذ أن يشاهد الجديد. سبحان الله، نحن كأساتذة نحن يعني نوفر الصورة ونوفر الوسيلة ونوفر كل شيء، يعني يوميا يعني نجهد ذلك من مواردنا الخاصة، يعني كل يوم نريد أن نعطي الجديد لهذا التلميذ، وكأننا عندما نريد أن نمثل له شيئا فهو لا يعرفه. يعني أروح وقف على ذلك إلى المناطق النائية من الجزائر، يعني أناس شغوفين بالمعرفة، شغو رائعين، يعني أطفال رائعون يريدون الجديد، يريدون التغيير، يريدون أن يمثلوا الجزائر أحسن تمثيل. فنحن إذا أردنا أن نرجعهم إلى العامية فنحن نريد أن نمارس التسجيل عليهم. يبدو أننا فقدنا المعلمة فاطمة، لكن مع ذلك أنا أشكرها جزيل الشكر على مداخلتها الطيبة معنا. فاطمة عيسى المعلمة في الطور الابتدائي. عود أستاذ بادي، كتقييم كحوصلة لحصتنا هذه، وأنت كمدير لمدرسة النجاح هنا في لندن، كيف ترى أنجع السبل وأنجحها لإعادة الاعتبار اللغة العربية في الجزائر؟ أخي الكريم، أن اللغة العربية في الجزائر تعرضت إلى مؤامرة خطيرة جدا من طرف أصحاب القرار في الجزائر في أعلى هرم السلطة. عندما نسمع المسؤول الأول في البلاد وهو يتقن ويتحدث لغة عربية فصيحة جميلة، ولكنه يؤثر أن يتحدث بلغة المستعمر، بلغة فرنسا، هذا تشجيع على البقية. ألا ترى أن عبد العزيز بوتفليقة هو الذي فتح هذا القوس؟ نعم، لما أتى في عام 99 كان يخطب في الناس بالساعات الطوال باللغة الفرنسية. ذات يوم لامه، هو حجار الآن سفير في تونس، لامه على استعمال اللغة الفرنسية بكثرة، فقال له أنا لما كنت أتحدث باللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة أنت ربما لم تظهر كشخص سياسي، لكنه الكثيرون يقولون أنه هو الذي فتح هذا المجال للوزراء والأكاديميين، كلهم يتحدثون باللغة الفرنسية ولا حرج عليه. هو الذي فتح، هو الذي شجع اللغة الفرنسية. أنا أتذكر مباشرة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية خطب في الطلبة في يوم الطالب، وقال لهم إن سبب تخلفنا إنما هي اللغة العربية. وبعدها بسنة زار فرنسا ودخل البرلمان الفرنسي وخطب على البرلمانيين الفرنسية. كان في البداية الجميع وضعوا السماعة في آذانهم لأنهم يتصورون أن سيادة البلاد تستدعي أن يتكلم رأس الدولة بلغة بلده، بلغة العربي، ولكنه فجأهم بلغة فولتير، بلغة فرنسية، وهو يتقنها إتقانا جميلا. فنزع الجميع السماعات وابتسموا. ويعني طيب، ناتي الوقت يداهمنا ويحاصرنا، ناتي الى السؤال. بماذا توصي لإعادة الاعتبار اللغة العربية؟ انت ترى ان اللغة العربية مجروحة الان في بلادنا. اللغة العربية في الجزائر تتعرض الى مؤامرة كبيرة. طيب، حينما يكون رأس الوزارة لا يتقن العربية، يعني كماذا تريد أن نعطي قيمة لهذه اللغة التي يعني يراد إهمالها؟ عندما نسمع الآن تدريس العامية في الطور الأول الابتدائي، ماذا يعني ذلك؟ إنهم يريدون الحقيقة، يعتبروا هكذا قال لهم أسيادهم، وهكذا قال لهم، لأن تبعية الجزائر لفرنسا لا تخفى على أحد، وفرنسا لا تريد الخير للجزائر ولا تريد أبدا التمكين للغة الضاد في الجزائر. إنهم ألا ترى أن هنالك عوامل أخرى تحاصر اللغة العربية في عقر دارها، مثل الأنترنت ووسائل الإعلام والتفتح على وسائل التواصل الاجتماعي؟ كل هذه الأمور تحاصر اللغة العربية وليس فقط الوزارة. يعني لماذا لا نقول تحاصر اللغة الإنجليزية، وهي لغة العلم ولغة التكنولوجيا ولغة الأنترنت ولغة الفيسبوك ولغة التويتر ولغة كل التواصل الاجتماعي؟ لو تحدث مسؤول جزائري ابتداء من الرئيس باللغة الإنجليزية، والله يسعدنا ويفرحنا ذلك. لكن اللغة الفرنسية الآن تعرف ترتيبها كم عالميا؟ المرتبة العاشرة في العالم. اللغة العربية ترتيبها الخامس راهي متجاوزة بنصف
اللغة الفرنسية لا قيمة لها، لا قيمة. لو خرجت من فرنسا ومناطق أخرى لا تجد من يتحدث أبدا. لماذا نقيم لهذه اللغة التي كانت سبب في جراحنا؟ هذه اللغة التي تذكرنا بزوزملين ونص شهيد، هذه اللغة التي تذكرنا بالدمار الذي لحق بنا، هذه اللغة التي جلبت لنا المصائب، لماذا نصر على تدريسها لأبنائنا؟ لماذا لا ندرس لهم على الأقل لغة العلم، لغة التكنولوجيا، لغة الحضارة، لغة العالم التي يتحرك بها أو ترك الحرية أو نعم. ترك الحرية أو ترك الحرية على الأقل الأولياء يختارون لأبنائهم كما فعل علي بن محمد. نعم. إذن المسألة مسألة من ورائها أياد، من ورائها الأوصياء الذين ما زالوا أوصياء على الجزائر، الذين يريدون التمكين للغاتهم. إحنا نسمع، قلت لك أنا من قبل، قانون تعميم اللغة العربية، ما دخل فرنسا فيها في قانون؟ طيب البرلمان الفرنسي. ربما المسألة تحتاج إلى وقت أطول. سامحني أستاذ بادي، المخرج يحاصرني وأن الوقت انتهى. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ بادي تباني، مدير مدرسة النجاح والأستاذ في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية هنا في لندن، وشكر موصول لباقي ضيوفنا الكرام الذين أثروا معنا ملف المنظومة التربوية وتقييم هذه الندوة الوزارية لملف المنظومة التربوية في الجزائر. فاطمة عيسى معلمة في الطور الابتدائي، مسعود بوذيبة القيادي في نقابة التعليم الثانوي والتقني الموسع المدعى كنابسيت في الجزائر، دون ما أن أنسى مريم معروف الممثلة لقطاع التربية في نقابة سناب أب. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.